بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة. حلقة جديدة مع كورة كل يوم، حلقة يوم السبت. زي ما دايما بنتكلم بداية الأسبوع بيبقى فيه أحداث كتير جدا جدا يوم الخميس والجمعة، وطبعا يعني الفترة اللي احنا داخلين فيها طبعا فترة مهمة جدا. بكرة إن شاء الله نهائي أفريقيا، نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والوداد المغربي. هنتكلم عن المباراة وهنتكلم عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي إن شاء الله بكرة. معانا المؤتمرات الصحفية، كولر قال ايه، مدرب الوداد قال ايه في المؤتمر الصحفي. هنتكلم في كل حاجة تخص المباراة. هنتكلم كمان عن منتخب مصر. النهاردة بدأ معسكر منتخب مصر الأول، عندنا طبعا ماتشات في تصفيات أفريقيا، تصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا إن شاء الله مع غينيا. هقول لكم كل التفاصيل، وهنشوف النهاردة لقطات من تدريب منتخب مصر. كمان هنعرف القائمة النهائية للمنتخب الاولمبي اللي اختارها ميكالي مدرب البرازيلي للمنتخب الاولمبي. انتوا عارفين المنتخب الاولمبي عنده ان شاء الله معسكر برضه هيبدا، وعندنا مباراه وديه مع منتخب غانا، ومنتخب غانا الاولمبي، وبعدين هنسافر المغرب المنتخب الاولمبي عشان يلعب بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه في المغرب ان شاء الله، وهتبدا يوم 24/6، والبطوله دي مؤهله الى اولمبياد باريس 2024. هنتفرج كمان على ماتشات الدوري ونشوف النتائج اللي حصلت في ماتشات يوم الخميس والجمعه. شفنا طبعا المقاولين واسوان تعادلوا 1-1 في اسوان، كانت مباراه قويه جدا، والمقاولين ضيع ضربه جزاء. طلائع الجيش عمل مفاجاه وكسب الاسماعيلي في اسماعيليه 1-0، والدنيا مقلوبه في اسماعيليه طبعا بسبب المباراه دي وخساره الاسماعيلي و تأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري، والدوري سخن جدا في المنطقة اللي تحت، المنطقة اللي هي بتاعت الهروب من القاع أو من الهبوط. كمان امبارح كانت مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي وانتهت بالتعادل السلبي 0-0 في اسكندرية. فهنتكلم على كل الماتشات، وطبعا دلوقتي بطولة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا شغالة. الشوط الأول انتهى 0-0 ما بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، ومباراة قوية جدا. الاستحواذ طبعا لمانشستر سيتي 63% مقابل 37% لفريق انتر ميلان. دي بروين اتعور ونزل مكانه فودن. بالنسبة لفريق مانشستر سيتي يمكن برضو من النهائي اللي قبل اللي فات كان مانشستر سيتي برضو اتعور دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي وخرج طبعا ونزل مكانه زي ما قلت لكم النهاردة فودن. عندنا حاجات كتير هناخدها. هنبارك طبعا لفريق زد، نادي زد، ببارك له طبعا على الصعود للدوري الممتاز. يعني ببارك طبعا لكل المسؤولين عن نادي زد، بدايه طبعا زميلي العزيز والاعلامي الكبير طبعا كابتن سيف زاهر. ببارك له على الصعود فريقه، فريق نادي زد، الى الدوري الممتاز بعد ما فاز على وادي دجله 3-1 في الجوله قبل الاخيره من مجموعه القاهره والقناه، الجوله رقم 29. وزد كده خلاص يعني انفرد بصدارة المجموعة، مجموعة القاهرة والقناة، وقدر يعني نادي زد يصعد لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الممتاز. دي طبعا لقطات من الأهداف من المباراة. فببارك طبعا لكابتن سيف زاهر، ببارك للكابتن أحمد عبد الله، ببارك لكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني، كابتن وليد صلاح الدين طبعا مدير كورة، الراجل يعني المميز جدا كابتن وليد صلاح الدين مدير كوره، بقى احنا بنتعلم منه كلنا. وكابتن وليد صلاح الدين طبعا من الشخصيات الرائعه، وكلهم طبعا كابتن سيف وكابتن احمد عبد الله واستاذ هيثم عبد العظيم وكل طاقم العمل في يعني منظومه زد، وكابتن مجدي عبد العاطي. على فكره دي ثالث فريق يصعد بيه الى الدوري الممتاز، كان صعد قبل كده مع نادي اسوان وصعد مع فاركو، وبيصعد هو كمان مع زد الى الدوري الممتاز. فببارك لكل الطاقم، حتى يعني طبعا اعضاء مجلس اداره نادي زد كلهم طبعا نجوم كبار، كابتن محمد زيدان وكابتن عماد متعب وكابتن احمد حسن طبعا العميد. ببارك لهم على صعود نادي زد، ويعني
ان شاء الله بالتوفيق في الدوري الممتاز في الفترة القادمة. بقول هارد لك لكل الفرق اللي اجتهدت، فريق وادي دجلة عمل موسم رائع، وفريق نادي السكة الحديد عمل موسم رائع، فريق نادي القناة عمل موسم رائع وكان متصدر الدوري فترات كبيرة، ولكن زد بقى بالاجتهاد والعمل، وانتوا عارفين دوري القسم الثاني دوري 30 اسبوع، فصاحب النفس الطويل هو اللي بيقدر يصعد كده. طبعا فرحه بقى ايه يعني زد مصطفى سلطان، هو بيحرز هدف الثالث لزد في الوقت الضايع، وطبعا فرحه كبيره جدا ان كان زد يكفي التعادل في المباراه دي، لكن هو بالفوز ده كمان يعني نقدر نقول صعد عن جداره واستحقاق، وكان يعني مباراه قويه جدا مع فريق وادي دجله اللي كان بينافسه، كان وادي دجله في المركز الثاني وبينافسه، كان لازم دجله يكسب عشان يبقى ليه فرصه في الجوله الاخيره ان يعني زد يتعطل، ولكن زد خلص القصه بايده بدراعه زي ما بنقول كده في الكوره. زد كسب بالمنافس بتاعه 3-1 زي ما انتم شايفين، وصعود زد الى الدوري الممتاز. ان شاء الله زد يكون اضافه لبطوله الدوري الممتاز، والسنه الجايه في كمان دوري المحترفين بقى اللي هو القسم الاول هيسموه اللي هو تحت الدوري الممتاز، يعني بقى هيبقى فيه طبعا منافسه شديده ما بين كل الانديه. وزي ما قلت طبعا بحيي فريق وادي دجله ان هو اجتهد وعمل موسم رائع جدا، رغم ان هو مغير يعني ثلاث ارباع الفرقه وجايب لعيبه جديده ولعيبه صغيره مصعدها نادي السكه الحديد، برضه عمل موسم استثنائي، ولكن طبعا يعني هارد لك وفرحه زد اهو زي ما انتم شايفين بالصعود الى الدوري الممتاز والفوز بالمركز الاول. بحيي كل المسؤولين في نادي زد، الاستاذ هيثم عبد العظيم طبعا، زي ما قلت الزميل العزيز كابتن سيف زاهر، كابتن احمد عبد الله، كابتن مجدي عبد العاطي، كابتن وليد صلاح الدين المدير الفن المدير الكوره الكفء جدا جدا جدا. فالف مبروك، دي لقطات كده من احتفالات نادي زد. انا بقول لكم بس الحلقه النهارده فيها ايه، وبعدين هنتعمق بقى كده مع بعض، وهنقول لكم طبعا اخبار عن الانديه المصريه خلال فتره التوقف دلوقتي، يعني احنا خلاص دخلنا فترة توقف عشان عندنا أجندة دولية. مصر هتلاعب غينيا إن شاء الله يوم 14 في المغرب بعد 4 أيام من النهاردة، وبعد كده المنتخب هيرجع إلى القاهرة عشان يلعب مباراة ودية مع منتخب جنوب السودان. خلينا نركز في الأهلي، نبدأ بالأهلي كده ونركز ونستعرض كل حاجة في النادي الأهلي. طبعا الأهلي وزي ما أنا قلت قبل كده خلال الأسبوع اللي فات بعد المباراة الأولى في مصر وفوز النادي الأهلي 2-1، الأهلي هو الأقوى، الأهلي هو الأفضل من وجهة نظري، يعني أنا شايف أن فنيا ككورة بعيدا بقى عن العوامل الخارجية الجماهير والأرض والكلام ده، بعيدا عن الكلام ده، يعني لو أنت يعني مع احترامي كمان لفريق الوداد، لو أنت جبت الأهلي والوداد الاتنين مع بعض ولعبتهم في ملعب محايد، يعني لو البطولة دي مثلا من مباراة واحدة وجبت الاهلي وجبت الوداد ولعبتهم في ملعب محايد بدون جماهير 11 ضد 11 الاهلي يكسب. فنيا الاهلي يكسب. المباراه الاولى اللي كانت في مصر كانت النادي الاهلي مسيطر تماما على المباراه. شفنا النادي الاهلي بيجيب الاول وبيجيب الثاني وبيضيع الثالث وبيضيع الرابع، والوداد برضو وصل لمرمى الاهلي 3-4 كور قدر يسجل منهم الكره اللي احرز منها الهدف. فالاهلي من وجهه نظري فنيا، هتيجي تقول طب عامل الارض والجمهور، طب ما الاهلي كان هنا استغل عامل الارض والجمهور، والاهلي كمان عنده يعني خبرات لعبته زي ما استعرضت معاكم الاسبوع اللي فات، بدايه من محمد الشناوي لغايه كهربا، كل اللعيبه دي لعيبه دوليه خاضت التجارب دي اكتر من مره، ما تتاثرش بالضغط الجماهيري، ما تتاثرش بالعوامل الخارجيه، عندهم خبرات كبيره جدا. محمد الشناوي حارس منتخب مصر الاول، بقى له فتره كبيره في النادي الاهلي كحارس اول، لعب خط جميع الماتشات الافريقيه على مدار السنوات اللي فاتت، لعب كاس عالم مع منتخب مصر مفيش مشكله. علي معلول كابتن منتخب تونس لعب ماتشات بعدد شعر راسه في افريقيا ما عندوش مشكله. محمد هاني بقى له فتره بيلعب كظهير ايمن منتخب مصر والنادي الاهلي، خبرات مميزه جدا والقوه والشباب والحيويه. خط الظهر محمد عبد المنعم لعب منتخب مصر وكاس افريقيا وبقاله اهو يعني سنتين في النادي الاهلي، متميز جدا ومن احسن المدافعين في مصر. ياسر ابراهيم نفس القصه، مميز جدا. حمود متولي مميز جدا، ده خط الدفاع بالنسبه للنادي الاهلي.
نص الملعب عندك حمدي فتحي ومروان عطية، لسه أول سنة ليه مع النادي الأهلي لكن حجز مكانه بجدارة. ولعيب مميز جدا ومستقبل مصر في الحتة بتاعت الهاف ديفندر. أليو ديانج قوة كبيرة جدا. حمدي فتحي راجل خبرات كبيرة جدا ولاعب وراجل نص ملعب مميز جدا. عمرو السولية حدث ولا حرج، من أحسن لعيبة في مصر. ده نص الملعب بتاع الاهلي. بص انا بقول لكم الاسماء، يعني لما حطينا كده كفه الاهلي والوداد، مع احترامي الشديد لنادي الوداد فوق دماغي، لكن الاهلي كفته الارجح. في الخط الهجومي بقى خد عندك بيرسي تاو، السنه دي عامل موسم يمكن الجزء النص الثاني من الموسم ده مكسر الدنيا. بيرسي تاو ليه؟ ان كولر في الاول كان بيلعبه مهاجم صريح، هو مش مهاجم، بيلعب جناح او بيلعب تحت الفراوده، فلما لعب في مكانه من احسن لعيبه في الفرقه وعمل تقويات وظبط نفسه، كان بيتعور كتير. فبيرسي تاو دلوقتي من افضل اللعيبه في الفرقه. احنا انا نفسي انتقدته في بدايه الموسم والسنه اللي فاتت، كان اصاباته كتير وكان برضه بيلعبوه في مراكز مختلفه وغلط. لما لعب صح وركز من احسن لعيبه. حسين الشحات السنه دي موسم استثنائي لحسين الشحات، ولعيب دولي وراح منتخب مصر تاني مره تانيه اهو، وخبرات كبيره ولعب كاس عالم انديه وحاجه محترمه جدا. تدريب الاهلي النهارده ان شاء الله، كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، كل التوفيق للنادي الاهلي. وبنشجع النادي الاهلي كنادي بيمثل مصر، سواء بقى انت اهلاوي مش اهلاوي، احنا مع النادي الاهلي وبندعمه وبنسانده ان شاء الله، وبندعي لهم ربنا يوفقهم بكره باذن الله. كهربا راجع من بعد فتره مشاكل وايقاف ومش عارف ايه، راجع احسن مهاجم في الاهلي في الفتره الحاليه، سواء في افريقيا او في الدوري. حتى الناس اللي ما بتبداش، مثلا لو اتكلمنا على عبد القادر، لو اتكلمنا على طاهر محمد طاهر، لو اتكلمنا على قفشة عقندوسي، يعني محمد شريف هداف النادي الاهلي، فرقه لا فرقه. الاهلي عنده سكواد احسن سكواد في افريقيا، لكن انا كنت متوقع ان الاهلي يوصل هو صن داونز. فالاهلي كوره افضل من الوداد، لكن خلينا نثق في فرقتنا ونثق في لاعبتنا ونقول بكره ان شاء الله الاهلي هيكسب. اللعيبه خلي بالكم بتتابع السوشيال ميديا، واللعيبه يعني عندهم خبرات كبيره جدا، يعني حتى شفنا مصطفى شوبير لسه اول مره يلعب وبيلعب نهائي افريقيا وتالق وكسر الدنيا. فالفرقه كلها جاهزه وفي روح معنويه عاليه. ان شاء الله الاهلي بكره يقدر يعمل جيم مميز، وانا عندي ثقه كمان في كولر، وعندي ثقه في سيد عبد الحفيظ، وعندي ثقه في سامي قمصان الجهاز الفني للنادي الاهلي، ان هم خاضوا التجارب دي قبل كده ومروا بأوقات عصيبه كتير قبل كده. فالاهلي بكره انا بقول لكم اهو، الاهلي بكره بطل افريقي. هنطلع بكره بالليل الساعه 12، حلقتنا بكره هتكون ان شاء الله بعد الماتش، هنبارك لبعض ونقول الاهلي بطل افريقي للمره ال11 في تاريخه. الاهلي بيوصل نهائي افريقي 4 مرات ورا بعض. الهدف اللي جه في النادي الاهلي هنا في مصر هدف طبعا بيخلي الموضوع المباراه صعبه، ولكن مش مستحيل على الاهلي. الاهلي لغايه دلوقتي قبل المباراه اهو بتاعت النهائي الاهلي كسبان، الاهلي هنا في مصر كسبان، انا رايح كسبان. كنت عايز اروح مطمن اكتر من كده، كنت عايز ابقى رايح 2-0 تبقى الموضوع صعب على الوداد، لكن خلاص دخل هدف مفيش مشكله، فكلنا ثقه في النادي الاهلي. تشكيله الاهلي بكره اللي وصلت لي حتى الان، محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني وعلي معلول، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، مروان، اليو ديانج، حمدي فتحي، كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو. ده التشكيل المتوقع للاهلي في مباراه بكره. وزي ما قلت لكم الاهلي عنده دكه جامده جدا، يقدر ان شاء الله الشوط الثاني لو احتاج تغييرات يقدر يشتغل بشكل كويس جدا. النهارده اتعمل الاجتماع الفني للمباراه، الفرقتين هيلبسوا ايه، الترتيبات المباراه كلها. الاهلي هيلعب بالزي الاحمر بالكامل ان شاء الله، وفريق الوداد هيلبس ابيض بالكامل، يعني الاهلي احمر احمر كامل، الشورت والتيشيرت والشراب، والفريق الوداد هيلبس الطقم ابيض بالكامل. دي برضو لقطات شفنا من شويه، لقطات من تدريب الاهلي، دي لقطات من تدريب الوداد النهارده، ملعب مركب محمد الخامس. طبعا بكره الملعب هيبقى مقفول، جماهير الوداد، النادي الاهلي حوالي 1200 مشجع هيكونوا موجودين، البعض جاي من القاهره والبعض جاي من المغرب، من الجالية المصرية في المغرب يعني. فكل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في مباراة بكرة وبإذن الله، ويرجع ببطولة أفريقيا بإذن الله.
يعني النهارده طبعا الاستعدادات الاخيره للمباراه، وحتى يعني اتكلمنا مع الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه في النادي الاهلي، البرنامج اللي محطوط في برنامج غذائي بقى محطوط لمباراه الوداد. خلي بالكم ان لعيبه الكوره والفرق الكبيره اللي بتلعب ماتشات كتير وضغط ماتشات والكلام ده وماتشات بمستوى عالي بيبقى ليها نظام غذائي معين وليها مجموعه من الفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعيه عشان تقدر تعوض المجهود والاملاح اللي الجسم ايه بيفقدها يعني. فدكتور ايهاب علي طمنا قال ان يعني كل البرنامج الغذائي معمول بشكل كويس. ده طبعا ملعب شهير جدا في الدار البيضاء، ملعب مركب محمد الخامس من الملاعب الشهيره ولعبنا عليه كتير سواء الاهلي او الزمالك او المنتخب، يعني لعبنا عليه كتير جدا جدا جدا. طيب قبل ما نروح نشوف المؤتمرات الصحفيه، يعني نشوف كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي ونشول ونشوف كمان الشناوي قال ايه وفاندن بروك مدرب الوداد قال ايه في المؤتمر الصحفي، هنطير الى المغرب مع كابتن منذر الكبير. كابتن منذر الكبير طبعا المدرب التونسي اللي كان ماسك نادي الرجاء المغربي، خلينا نشوف كده يعني توقعاته ايه لمباراه بكره الاهلي والوداد. كابتن منذر مرحب بحضرتك. كابتن منذر ازي حضرتك؟ والله لا باس الحمد لله، يا رب لك الحمد والشكر. شكرا، بارك الله فيك. سعداء اللي حضرتك موجود معانا ويعني بنتشرف بوجودك معانا. بارك الله فيك، حتى انا زاد كيف سعيد باش نكون متواجد معاكم. الله يخليك. تعرف طبعا بقى المواجهه المرتقبه بكره الاهلي والوداد، مباراه كبيره على نهائي افريقيا. حضرتك طبعا يعني ماسك نادي او كنت ماسك نادي الرجاء المغربي وعارف الاجواء في المغرب وحضرتك مدرب كبير، عايز اعرف توقعاتك وقراءتك للمباراه بكره هتكون ازاي ما بين الاهلي والوداد ان شاء الله. اول شيء كنا نتمنى ونكون ورجاء تكون موجوده على طرف في الدور النهائي. خروجنا ضد الاهلي كانت على جزئيه صغيره، الاهلي يعرف كيفاش يستغلهم. مانتنون سي اون فينال، هذا دور نهائي ضد فرق قطعوا مشوار طويل وصعيب، باش تكون مقابله صعيبه على الفريقين الاثنين، خاطر الفريقين الاثنين عندهم ادوات وعندهم نقاط قوه تخليهم قادرين باش يعملوا فارق. الاهلي فريق يعرف يسافر في المقابلات الكل اللي يلعبهم خارج ميدانه تقريبا كل سجل فيهم، وفي اكثر المقابلات فرض سيطره ميدانيه وخلق فرص، عنده لاعبين يعرفوا يدافعوا مليح بكتله عاليه بكتله في وسط الميدان، حتى يعرفوا كيفاش يكون عندهم كتله منخفضه ويعملوا الهجمات المرتده السريعه خاصه على الرواق الايسر. عنده لاعبين على المستوى سورتو خاصه النضج التكتيكي ويعرفوا وقت الاوقات القويه نتاعهم يترجموها باهداف. نفس الشيء الوداد، تقريبا فريق فاز في كل المقابلات اللي لعبهم على ارضيه ميدانه في الشامبيونز ليج، صاحب ليديسيون الاخرانيه، صاحب النسخه الاخيره، نفس المجموعه تاع الموسم الفارط، فيها نضج كبير، فيها لاعبين في المنتخب، فيها لاعبين يتميزوا كي تجيهم فترات قويه وفترات هما ضاغطين على المنافس، ولا فترات اللي كانوا الدومين يعني ماخذين تفوق على مستوى وسط الميدان ولا في التحضير ولا حقا الفرص، يعرفوا يستغلوا الفتره هذيك. يعني في فرق تعمل لك 45 دقيقه ممتازه جدا وفيه طيب كابتن منذر سيطره ميدانيه. عايز اسالك يعني لو كده عشان المشاهد طبعا يقدر يعني نحدد له مواطن القوه فين في نادي الوداد، يعني لما احنا جماهير مثلا مصر هنا وجماهير الاهلي واحنا بنتفرج على المباراه بكره نبقى بنراقب ايه في الوداد، ايه قوه، فين قوه الوداد بكره؟ قوه الوداد في التصرف خاصه على مستوى منطقه تفتيك الكره،
فريق كي يعمل ضغط في اغلب الاحيان يفتكها وين هو اختار باش يفتك الكره، يعني ما يخليش المنافس يخرج من كل منطقه الضغط وينجح فيها، مش على كامل المقابله لكن في فترات معينه كي يقرروا باش يمشيوا ويلعبوا لفوق ويقرروا باش يعملوا ضغط عالي، تقريبا اغلب الكرات يفتكوها في المناطق هذيك. واكثر من ذلك التحولات نتاعهم تحولات سريعه على الاطراف، يكملوا بتوزيعات قويه ما بين الحارس وما بين المدافعين، وفي لاعبين اللي يحثقوا خاصه نهايه الهجمه بالراس على توزيعات يكونوا موجودين بعدد كافي على مستوى زاد كيف كيف الكرات الثابته. فريق في اغلب المقابلات عمل الفارق بالكرات الثابته، وخطير وخطير جدا في النقطه هذه. ومع نقطه هامه اللي كونه عامل التجربه وعامل المتعودين على النهائيات، يلعبوا قدام جماهير نتاعهم، يخلي اللي كونه عنده العديد من نقاط القوه يخليه اللي كونه ينجم يفوز طيب بالمقابله. كابتن، نفس الشيء بالنسبه للاهلي. لسه هسالك على الاهلي برضو، عايز اسالك حضرتك من وجهه نظرك وانت واجهت الاهلي وواجهت الوداد، شايف الاهلي قوته فين؟ نقاط القوه فين في الاهلي؟ فريق على مستوى التجربه، فريق رزين، فريق عنده لاعبين دوليين، فريق متعودين على النهائيات، وهذا هام مهم جدا، خاطر وقت توصل للنهائي يلزمك تلعب بالروندمون نتاعك، بالمردود نتاعك العادي، يلزمك تعطي 100 و200%. هم متعودين في النهائيات باش يكونوا جاهزين ويكونوا عندهم الفكر وعندهم العقليه الانتصاريه. على مستوى الفرديات، هجوم على الاطراف خاصه الرواق اليسار، وين شحات، وين علي معلول، وين فتحي موجود الغادي اذا يلعب، وين دين ديانج، يعني الرواق الايسر شغال مليح، في تنشيط على مستوى عالي وعالي جدا، التمريرات اغلب التمريرات الحاسمه يخرجوا من المنطقه هيك، مع بيرسيتا واللي لاعب حر، لاعب يلعب يفتح الملعب كما يلزم، يلعب على الطرف وكما يدخل في عمق الملعب، ويدخل في عمق الملعب عنده تمريرات حاسمه وعنده تسديدات نفس الشيء، قوي في الهجوم المركز الاهلي، قوي في الهجوم السريع، قوي على مستوى النقاط، يعني وقتها عنده فترة زاهية يعمل فيها الفارق، يعني الأهلي إذا يعمل 15 20 دقيقة هو مسيطر أكيد يسجل أهداف، وهذه تميز الفرق اللي تمشي لبعيد وتزل الألقاب. طبعا. طيب كابتن منذر، حضرتك زي ما قلت حضرتك كنت مدير فني الرجاء، واجهت الأهلي في بطولة أفريقيا في دور الثمانية، واجهت الوداد في الدوري المغربي، توقعاتك انت بقى، يعني انت لما بتقيس كل فريق كده وقوته مع الظروف الخارجيه بكره، الارض والجمهور مع طبعا الوداد، توقعك ايه نتيجه المباراه ومين بطل افريقيا بكره؟ الاهلي فاز في الذهاب، ما زالت مقابله اياب الوداد مطالبه باش تفوز باللقب. صعيب، كان في شخص يجي يقدر يتكهن ولا يتوقع شكون باش يفوز باللقب، خاطر الفرق الاثنين عندهم الامكانيات وعندهم الادوات اللي باش يجموا يحسموا اللقب، ما حتى يحسموا اللقب في المستوى هذا. الفريق اللي باش يكون جاهز، فريق يلعب على المستوى نتاعو، فريق اللي خاصة يلعب بالمردود، كل لاعب يلعب بالمردود الممتاز نتاعو اللي يقدمه ويزيد اضافة، فريق اللي باش يقاتل، فريق اللي عنده صبر، وفريق اللي عنده يأمن اللي كونه مقابله هذيك باش يكون جاهز فيها 100%، هي باش تتحسم، يعني المردود اللي باش يتقدم فوق المقابله فك اليوم هكا وقت صفر الحكم، هذاك هو باش يكون الفيصل. ما فما حتى فريق عنده اسبقيه، ما فما حتى فريق اللي تكون فما احكام مسبقه للاهلي ولا للوداد، نقول اللي كونه 50 50 50 50. طب انت سيبك بقى من التوقعات، احساسك انت كابتن منذر، احساسك ايه بالبطل افريقي؟ مين بطل افريقي؟ في المستوى بتاعنا احنا كمدربين، فما حتى مدرب يتكلم بالاحساس ولا بالعاطفه ولا احنا نتكلموا ديما بالمردود، نتكلموا بالاجتهاد، نتكلموا بالمجهود الفردي والجماعي، نتكلموا بالابليكاسيون، بالانضباط. فما عدة عناصر على المستوى التكتيكي، على المستوى البدني، على مستوى الكوتشينج، على مستوى حضور المجموعة، هذا اللي باش يعطي الفارق الفريق الأهلي ولا الوداد. مش عايز تقول برضه
أكيد في المستوى هذا في دور نهائي شكون ينجم يتكهن شكون الفايز، أمر صعب وتوقع صعب للناس اللي تفهم الكرة. أكيد بشكرك كابتن منذر يعني، وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، مدرب كبير الله ويعني يبارك، كل السعداء إن حضرتك موجود معانا يعني. وأنا زادة شكرا شكرا، الله بارك الله يخليك، فيكم، الله يخليك، موافقين الله موافقين. يخليك. بشكرك كابتن منذر الكبير طبعا المدير الفني التونسي الكبير، ويعني على وجودك معانا. هو الراجل بيتكلم بلغة كرة القدم يعني، بيتكلم على أداء كل فرقة، نقاط القوة نقاط الضعف، القدرات المهارية، الكوتشنج، كل مدرب بيكاتشن على فرقته ازاي وبيحط خطة مناسبة وبيدير المباراة ازاي. طبعا في عوامل كتير يعني بتأثر في كرة القدم، والراجل قال في الآخر بيدي المباراة 50-50. أنا بقول 55 للأهلي 45 للوداد، يعني دي النسب بتاعة الكرة ان الأهلي كسبان المباراة الأولى هنا. إحساسي إحساسي ان الأهلي بكرة هيكسب بطولة أفريقيا والمباراة هيحصل فيها تعادل. يعني أنا بقول إن الأهلي هيكسب بطولة أفريقيا من مباراة القاهرة، طبعًا هيعمل إن شاء الله بكرة ماتش كويس، بس الأهلي بكرة والوداد هيتعادلوا في إحساسي أنا بقى، يعني دي توقعاتي وإحساسي أنا إن الأهلي هيتعادل مع الوداد بكرة في المغرب، والأهلي هيتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 إن شاء الله في تاريخه. إن إمبارح الجمعة وليد الرجراجي مدير الفني طبعا لمنتخب المغرب وكان المدير الفني النادي الوداد عمل مأدبة عشاء او عزم فريق الوداد الجهاز الفني واللعيبه ومسؤولين في نادي الوداد على عشاء، يعني بيحفز اللعيبه، وهو كان طبعا راجل كان واخد بطوله افريقيا السنه اللي فاتت مع الوداد وراح مسك منتخب المغرب وحقق المركز الرابع، فعزم الفرقه يعني بيدعمهم نفسيا ومعنويا، عزم فريق الوداد قبل مباراه الاهلي. كمان ياسين بونو حارس اشبيليه الاسباني النهارده برضه قال يعني كان ليه تصريحات بيدعم فريق الوداد وبيقول ان هو يتمنى ان الوداد يكون بطل افريقيا، وده طبعا حقهم من يعني وليد الرجراجي او ياسين بونو او اي حد مغربي يعني بيشجع الوداد او بيدعم الوداد ده حقه طبعا، زي ما احنا هنا في مصر كلنا يعني ان شاء الله بنشجع الاهلي وبندعم النادي الاهلي للفوز بالبطوله. خلينا نروح نشوف المؤتمرات الصحفيه لكولر ومحمد الشناوي قالوا ايه، وايضا لمدرب الوداد قال ايه قبل المباراه المرتقبه بكره في نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي الاهلي والوداد المغربي. بداية أعبر عن سعادتي بالمشاركة في النهائي وسعيد بهذه المباراة، أتمنى أن المباراة تكون في أجواء كوريكت صحيحة وعادلة وتبعا لقواعد الفيفا في كرة القدم وفي التحكيم، وأن التحكيم يكون عادل. أعتقد أن احنا إن شاء الله مستعدين للمباراة بشكل جيد جدا، اللاعبين تم تحضيرهم للمباراة بشكل جيد، هما كمان اللعيبة سعداء بالمباراة، سعداء بالأجواء، بالملعب الممتلئ بالجماهير، بأجواء الجماهير الرائعة، كل دي من أجل الجماهير تلعب كرة القدم ومن أجل هذه الأجواء تلعب كرة القدم، وبالتالي كلنا سعداء بهذه المباراة ومستعدين لها استعداد جيد إن شاء الله. أنا عايز أقول في البداية إن إحنا الماتش الأولاني إحنا فزنا، وأنا بأكد تاني إحنا اللي فزنا 2-1، إحنا الفايزين وبالتالي إحنا اللي عندنا الأفضلية. Und es hat auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. والهدف ده ما قلبش المباراة ولا غير أي حاجة، لأن إحنا اللي كسبانين، ما زلنا إحنا اللي فايزين. Und meine Spieler haben oder unsere Spieler haben schon x Spiele vor 60, 70.000 frenetischen Fans gefeiert und gespielt. وإحنا لعبتنا عن لعبت قدام 60,000 واكتر من 60,000 ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير وعندهم الخبرات التعامل مع المواقف زي دي. Und all die Zuschauer, die außen rum sind, die werden ja nicht mitspielen. Die werden zwar schreien und tun, aber entscheidend ist, dass unsere Spieler das spielen, was wir ihnen vorgeben. Und das ist Fußball. Und dann werden wir sehen, wie dann das Spiel ausgeht.
والجماهير في المدرجات انا وده لاعبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب، هي قاعده بره، ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه، لكن هي ملهاش اي تاثير على كره القدم. كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر، واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله متحضرين ان احنا نتعامل مع الموقف ده، ولاعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده، فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور، بالعكس ده بالنسبه لنا اجواء جميله. طبعا احنا بنبقى سعداء طبعا لما نبقى موجودين هنا في دوله المغرب، طبعا بنبقى مبسوطين واحنا بنلعب هنا. انا قلت قبل كده الكلام ده، واحنا دلوقتي في نهائي افريقيا. طبعا احنا عارفين المباراه مباراه قويه ومباراه صعبه جدا. احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر خلاص، احنا نسينا المباراه الاولانيه ودلوقتي بنفكر في المباراه الثانيه، وان شاء الله زي ما الكوتش قال احنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ان شاء الله، ونرجع بالكاس ان شاء الله للقاهره. اكيد طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره، ما نفكرش في الماتش اللي فات، احنا خلاص الماتش ده كان ماضي، احنا دلوقتي بنفكر في بكره. اللعيبه كلها يعني بقالنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو. بالنسبه لنا اللعيبه كلها اتحطت في الموقف ده وهي عارفه يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور، بين الوداد بين الرجاء بين اي حد، احنا بنكون مستمتعين حتى في ارضنا برضو بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجه في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراه قويه، مباراه تبقى مستمتعه للجماهير وتبقى زي كوتش ما قال تبقى مباراه مميزه للكوره، دي اهم حاجه. اللعيبه مستعدين بشكل كويس وهم عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا بالنسبه لنا عارفين قيمه المباراه، احنا بنلعب نهائي افريقيا. طبعا الماتش او ماتشين ده بالنسبه لنا احنا بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشين بس، هي نسختين بس اللي لعبنا مباراه واحده. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمه المباراه، واحنا خلاص خلصنا الشوط الاولاني وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا ونرجع بالكاس ان شاء الله. نشكر جميع الجماهير صراحه اللي شقش فينا اللي ساندنا. مباراه غتكون صعبه، نسينا مباراه الذهاب بشكل قاطع زعما، عندنا مباراه الاياب الشوط الثاني في المغرب. كنتمنى نكونوا استفدنا من بريمير ميطاونا في مصر، نتمنى ان شاء الله تكونوا اشتغلنا هذا الاسبوع هذا بواحد الشكل كافي ان شاء الله باش يخلينا نظهروا في مباراه الاياب احسن ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله نتمنى نكونوا في ذاك الجورج نكونوا موجودين ان شاء الله باش نحاولوا ما امكن نحسموا المقابله في صالحنا ان شاء الله ونتوجوا باللقب ان شاء الله. I think everyone will say that they're confident. أعتقد أن الكل سيقول أنهم واثقون، وإذا قلت أنك غير واثق فمعنى ذلك أنك غير مستعد للمباراة. ما عرفناه من المباراة الأولى هو أن الظروف مختلفة تماما، الآن نلعب على أرضنا، ولكن الأهلي فريق قوي من الناحية الفنية، يحبون لعب الكرة والاستحواذ على الكرة، وأنا لا أعرف ماذا سيفعلون غدا، هل سيلعبون بطريقتهم أو سيلعبوا بنفس الطريقة الدفاعية التي واجهوا بها الرجاء كازابلانكا الذي كانوا يواجهونه بطريقة دفاعية. لننتظر ونرى ما سيفعلون، ولكن علي أن أقول أن علينا أن نسيطر على جناحي الأهلي وهذا شيء مؤكد، ونحاول أن نفسد هجماتهم بأسرع ما يمكن حتى لا يمكنهم تطوير لعبهم بالطريقة الفنية التي فعلوها في المباراة الأولى. عندما تلعب بعيدا عن ملعبك فأنت تلعب بطريقة دفاعية كما فعلنا نحن في القاهرة، ولكن غدا سيكون أمر مختلف. لا أعتقد أن الأهلي سيغير طريقة لعبه في أسبوع، وأعتقد أنه سيلعب بنفس تشكيلته. في المباراة في الهدف الأول الذي أحرز فينا كان من الممكن أن ندافع بشكل أفضل، أما الهدف الثاني فبه تفاصيل كثيرة وتحدثنا فيها من خلال عرض الفيديو، وقلت كما قبل أن نلعب المباراة الأولى قلت أن التفاصيل هي التي ستحدد بطل هذه البطولة، لأن الكفتين متكافئتين من حيث النوعية والجودة وهذه التفاصيل شديدة الأهمية. هذا هو ما افتقدناه في الهدف الثاني، ولكن عندما أحرزنا هدف هناك في مصر هذا شيء جيد. الفريقين كل فريق له مشاكله في الملعب، علينا الفريق الذي سيتخطى هذه المشكلات فسيرفع الكأس غدا. كيف سنفعلها نحن؟ فهذا هو السؤال الذي يمكنك أن تسألونني غدا.
الضغوط هي أمر فردي، البعض يتعامل مع الضغوط بسهولة والآخرين لديهم مشكلات. كيف نتعامل مع مثل هذه الأشياء؟ حاولنا أن نخرج في معسكر خارج المدينة حتى لا نتعرض لأي ضغوط من الجماهير. ثانيا، أعتقد أننا بالفعل نحب أن نفوز، ولكن الضغوط ليست علينا لأن ليس بيدنا أي شيء. هذا ليس ضغوط، هذه الأشياء. أما الأهلي، الأهلي يلعب تحت ضغوط لأن الخسارة مؤلمة. أن تخسر بعدما يكون الأمور في يديك فهذا شيء مؤلم. نحن نلعب بدون ضغوط ونعرف ما علينا أن نفعله، لأن علينا أن نفوز بهذه المباراة. هو مسار في اتجاه واحد، لا يمكن أن نشكك في قدراتنا أبدا. أنا لست متأكدا إذا كانت الضغوط علينا، لا، أنا لا أتفق مع هذا، الضغوط ليست علينا. ولهذا تركنا المدينة وتدربنا خارج المدينة، كما أن اللاعبين معتادين على مثل هذه المباريات. ليست هذه أول مرة في النهائي، يلعبون في أفضل المستويات في دوري أبطال إفريقيا. طيب، بخصوص برضو مباراة الأهلي والوداد، الأهلي كان يعني من شوية بيتمرن في مركب محمد الخامس، كان تمرينه النهاردة الساعة 10 في نفس توقيت مباراة بكرة يعني. والأهلي اتمرن، خد الحصة التدريبية وخلاص يعني، أعتقد من ربع ساعة كده تمرين الأهلي انتهى، والأهلي خلاص يعني اتمرن تمرينته الأخيرة في ملعب مركب محمد الخامس. انتوا عارفين طبعا ان بيبقى مسموح لكل نادي ان هو يتمرن في نفس ميعاد المباراه على ملعب المباراه. فالاهلي من شويه خلص تمرينه الاخير قبل مباراه بكره ان شاء الله. دلوقتي بيقولوا لي ان مانشستر سيتي تقدم على انتر ميلان 1-0، بنلعب في الدقيقه 75 76 من عمر اللقاء، وده توقعاتنا احنا. قلنا كلنا مانشستر سيتي اقوى من انتر ميلان وهيقدر يفوز على انتر ميلان. طيب، نروح بقى لمنتخب مصر ان شاء الله طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي بكره. والدقيقه 81 بيقولوا لي مانشستر سيتي وانتر ميلان، الدقيقه 81 وتقدم المان سيتي 1-0، خلاص يعني 10 دقائق ويتوج المان سيتي بلقب بطوله دوري ابطال اوروبا. والنهارده حتى يعني في المباراه في تركيا، ملعب اتاتورك، بيحضر المباراه رئيس دوله الامارات العربيه المتحده الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد، حاضرين النهارده في المقصوره الرئيسيه لملعب اتاتورك في تركيا. طبعا بيأزروا نادي مانشستر سيتي، طبعا انتوا عارفين نادي مانشستر سيتي مملوك ل يعني دوله الامارات العربيه المتحده، واحنا نتمنى لهم كمان كل التوفيق ان شاء الله في المباراه يعني. نروح بقى لمنتخب مصر، والنهارده كان التجمع الاول لمنتخب مصر المعسكر طبعا استعدادا لمباراه غينيا. الحمد لله كل اللعيبه حضرت المعسكر، محمد صلاح وصل، مصطفى محمد وصل، كل اللعيبه المحترفه كانت موجوده النهارده. التدريب طبعا كان على ملعب استاد القاهره. محمد صلاح اهو زي ما انتم شايفين، ولاعيبه منتخب مصر ومحمد ابو جبل حارس المرمى، وكل اللاعبين موجودين في التدريب. تريزيجيه موجود، محمود حماده اللي انا شايفهم يعني قدامي، واحمد ياسر ريان. برضه كان المنتخب استدعى بعض اللعيبه الصغيرين في السن عشان يكونوا موجودين، احمد رمضان بيكا ما هو، مصطفى محمد، مصطفى فتحي، محمد حمدي. في تم ضم امبارح تم اختيار محمد نادر حواش عشان يكون موجود في معسكر المنتخب، وكمان تم اختيار احمد عبد القادر لاعب الاهلي هينضم لمعسكر المنتخب بعد مباراه الاهلي والوداد بعد اصابه محمد هلال لاعب البنك الاهلي. مهند لشين اهو، في عمر فايد كمان
مدافع المقاولين العرب الشاب برضه تم اختياره، مستر فيتوريا ضم حوالي 4 أو 5 لعيبه صغيرين في السن عشان يعني يكونوا موجودين مع المنتخب وياخدوا خبرات من التدريبات ومن المعسكر. نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا. عايز افكركم بالاسماء اللي موجوده، يعني موجوده في منتخب مصر في الفتره الحاليه، محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد وزيزو وعمر مرموش وابو جبل ومحمد صبحي حارس المرمى ومصطفى فتحي واحمد ياسر ريان، هشام صلاح الظهير الايمن نادي الاتحاد السكندري، احمد رمضان بيكم، محمود مرعي، محمد حمدي، احمد ابو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو. دول الاسماء اللي كانت موجوده النهارده في تدريب منتخب مصر. طبعا ينقصهم بقى لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي لسه يعني هيلعبوا مباراه الاهلي ان شاء الله بكره، ويستنوا اللعيبه الدوليين يعني اللي تم اختيارهم في المنتخب، هيستنوا الاهلي في المغرب وبعدين ينضموا للمنتخب في المغرب ان شاء الله. هم موجودين مع الاهلي، فدول اللعيبه اللي تم اختيارهم هنا من المحترفين واللعيبه اللي في الانديه المصريه. المنتخب هيسافر ان شاء الله يوم 12 بعد بكره يعني الى المغرب، ولاعيبه الاهلي الدوليه هتخلص مباراه بكره مع الوداد وتنضم لمعسكر منتخب مصر في المغرب باذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا وفي مباراه غينيا القادمه ان شاء الله. احنا موقفنا كويس جدا في الجدول المجموعه اللي احنا فيها مع غينيا ومع اثيوبيا ومع ملاوي، يعني بنحتل المركز الاول برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد منتخب غينيا. المباراه دي ان شاء الله لو قدرنا نكسبها خلاص يعني هنبقى في المركز الاول، وكده كده احنا ان شاء الله صاعدين الى بطوله امم افريقيا القادمه في الكوديفوار، هتبقى في الكوديفوار في مطلع 2024. النهارده كمان زار المنتخب رئيس اتحاد الكوره الاستاذ جمال علام، اجتمع باللعيبه واجتمع بمستر فيتوريا والجهاز الفني وحفزهم طبعا عشان الفتره القادمه، وكمان وزير الشباب والرياضه برضو دكتور اشرف صبحي برضو كان موجود النهارده في تدريب المنتخب، برضو اتكلم وبيدعم وبيساند وبيؤازر منتخب مصر قبل السفر، وبيقول كمان ان احنا يعني انا جاي لكم عشان ان شاء الله كده كده احنا متاهلين، لكن انا جاي عشان احنا عندنا امل فيكم ان احنا نكسب نتوج ببطوله امم افريقيا القادمه ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا باذن الله. دي كانت لقطات من تدريب منتخب مصر الاول النهارده، وزي ما قلت لكم المنتخب هيتمرن بكره وبعده ويسافر الى المغرب عشان المباراه هتكون يوم 14 باذن الله. ولعيبه الاهلي بقى اللي موجوده في مع الاهلي في المغرب هتخلص ماتش بكره وتنضم لمعسكر المنتخب في المغرب. هتقولي لي الماتش بيقام في المغرب ليه؟ عشان غينيا الاستاد اللي موجود في غينيا بيتصلح ومش موافق للشروط الاتحاد الافريقي عشان يستضيف مباراه دوليه، ودي نقطه حلوه بالنسبه لنا اللي احنا نلعب غينيا في المغرب ما نلعبش غينيا في غينيا، يعني دي لصالح انا شايفها لصالح منتخب مصر ان شاء الله، ونقدر نفوز بالمباراه. ومنتخبنا الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل كويس جدا مع مستر فيتوريا. خلينا نروح بقى للمنتخب الاولمبي، احنا طبعا بنتابع كل حاجه، عندنا المنتخب الاولمبي برضو عنده بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه يوم 24/6 ومعسكرهم هيبدا بكره ان شاء الله عشان بيستعدوا للبطوله. البطوله بقت صعبه هقول لكم واتسهلت تاني شويه بعد ما الاتحاد الافريقي كان قرر استبعاد الجابون. الجابون عملت شكوى وقدرت ترجع تاني، كانوا استبعدوا الجابون ودخلوا الكاميرون مكان الجابون، الجابون عملت شكوى وقدرت تفوز بالشكوى ويعني ترجع مره اخرى الى بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه وبتخرج الكاميرون تاني. يبقى كده مجموعتنا بقى بشكل نهائي: مصر، الجابون، مالي، النيجر. مصر، الجابون، مالي، النيجر، كده المجموعه اهدى شويه، لما الكاميرون كانت جت كانت الموضوع اتصعب. فكده بشكل نهائي خلاص مجموعه مصر في بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه مصر ومالي والجابون والنيجر ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا. هنلعب كل 3 أيام ان شاء الله في البطوله بدايه من يوم 24/6 باذن الله. خليني اقول لكم القائمه اللي اختارها روجيرو ميكالي مدرب منتخبنا الاولمبي. اختار في حراسه المرمى حمزه علاء حارس الاهلي، اختار علي الجبري لاعب حارس مرمى السيراميكا، اختار محمد احمد السيد حارس مرمى المقاولين العرب. دول الثلاث حراس مرمى اللي موجودين في المنتخب الاولمبي. بالنسبه لخط الدفاع محمد اشرف الظهير الايسر للنادي الاهلي، محمد مغربي
مدافع المساك بتاع نادي سموحه، حسام عبد المجيد طبعا الزمالك، حاتم سكر الظهير الايسر لنادي الزمالك، محمد طارق مدافع الزمالك، احمد عيد مدافع امبي، احمد سيد عبد النبي مدافع الداخليه، محمد سمير مدافع طلائع الجيش. في نص الملعب او نص الملعب بقى الدفاعي والهجومي، ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، محمود صابر لاعب بيراميدز، عماد ميهوب لاعب امبي، كلهم لعيبه كويسه جدا واسماء مميزه جدا، احمد نبيل كوكا الاهلي، مصطفى سعد ميسي سيراميكا، محمد شحاته لاعب طلائع الجيش، محمود جهاد فاركو، علي زعزع فيوتشر، خلي بالكوا كل اللعيبه دي مواليد 2001، احمد فوزي المقاولين العرب، احمد عاطف المقاولين العرب، احمد عاطف قطه اللي هو بيلعب ناحيه اليمين لعيب كويس قوي، عبد الرحمن عاطف اللي هو مهاجم غزل المحله، واسامه فيصل مهاجم البنك الاهلي، وهو اسامه فيصل كابتن الفريق. نتمنى لهم التوفيق يا رب المنتخب الاولمبي. وده التجمع برضه النهارده اهو الجهاز الفني، انا شايف كابتن وائل رياض شيتوز مع اللعيبه طبعا مستر روجيرو ميكالي واللعيبه دي قديمه. ده لا ده مش تدريب النهارده، ده تدريب يعني قديم للمنتخب الاولمبي، لكن ان شاء الله كده باذن الله كل التوفيق للمنتخب الاولمبي. فيه عايزين المنتخب ده يلعب اولمبياد، لازم ان شاء الله نصعد من مجموعتنا اللي انا قلت لكم عليها اللي فيها مالي والنيجر والجابون، ويعني نحقق احد المراكز الثلاثة الاولى، يعني وصلنا دور قبل النهائي ان شاء الله وخدنا اول او ثاني او ثالث في البطوله دي، ان شاء الله نوصل اولمبياد باريس السنه الجايه باذن الله. احنا فاكرين اخر اولمبياد كانت اولمبياد طوكيو، كنا مع كابتن شوقي غريب وصلنا لدور الثمانيه وعملنا ماتشات كويسه جدا، واتغلبنا في دور الثمانيه من البرازيل 1-0، وبعد كده البرازيل خدت الميداليه الذهبيه. فان شاء الله المنتخب ده يعمل نتائج كويسه باذن الله في بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه ويتاهل الى اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. خلينا برضو نشوف مؤتمر صحفي وميكالي قال ايه قبل طبعا معسكر منتخب مصر الاولمبي استعدادا لبطوله امم افريقيا تحت 23 سنه. خلينا نشوف ونرجع نكمل تاني مع بعض في كوره كل يوم. ان شاء الله طبعا المنتخب الاولمبي كلنا عارفين البطوله الافريقيه المؤهله لباريس 24 اولمبياد، وطبعا ما ننساش طبعا النادي الاهلي حتى بكره، واتمنى له كل التوفيق باذن الله في مباراه الوداد، ويرجع ان شاء الله بالبطوله رقم 11 ان شاء الله في ثاني يوم. طبعا يعني يمكن احنا كشف حسابنا سريعا وانا مش هطول على حضراتكم، الفتره اللي فاتت يمكن ان المنتخب الاولمبي لعب 11 مباراه منهم اربع مباريات بشكل رسمي في الدور الثاني والدور الثالث. ال 11 مباراه يمكن الحمد لله المنتخب الاولمبي كسب 8 مباريات بتعادل 3 مباريات. الاحتكاك طبعا الفتره اللي فاتت على مدار السنه اللي فاتت كانت مع الفرق الافريقيه. Fizemos alguns amistosos, vimos muitos jogadores. عملنا مباريات كتيره وديه وشفنا وطلعنا على لاعبين كتير. Como o Mahmoud já falou, nós tivemos 54 jogadores convocados. زي ما احنا زي ما كابتن محمود اتكلم على ان الدور الاولاني خالص كان 54 لاعب. 46 jogaram. من ال 54 46 لاعب اشترك في المباريات. 30 jogadores iniciaram como titular. 30 لاعب من مجموع التوتال لاعب من الثمانيه هم بدأوا المباريات اشتغلوا بشكل رسمي في القائمه الاساسيه. فشيغامبو نفس الليسته فينال دي 23. عشان نوصل في النهايه بعد كل العدد ده الى 23 لاعب حاليا للبطوله اسيدو فوق لهذه البطوله. São clubes que oportunizam jogadores jovens que têm dado muita oportunidade. اللي طاحوا علينا او اظهروا لنا بعض اللاعبين البعيدين وادالهم الفرصه، ونفس الحال الانديه ادتهم الفرصه للاعبين اللي اشتركوا في انديتهم. Nós citamos aqui o Ipi, o Smoor, o Mukalu. MP سموحة المقاولون العرب زمالك ونادي الزمالك. Esses clubes têm utilizado muitos jogadores jovens. Nós temos um gráfico
de todas as equipes, todas as minutagens. E esses clubes em especial estão contribuindo muito com a seleção olímpica. Principalmente com minutagem de jogo. خاصة إن في بداية المباراة شاركوا في مباراة مهمة جدا هؤلاء اللاعبين. Nós temos outro gráfico com a importância da seleção olímpica. عندنا رسم بياني آخر للاعبين اللي اشتركوا في الأندية. Depois do retorno dos jogadores às suas equipes depois de um acampamento. بعد المعسكرات اللي شاركوا معانا هؤلاء اللاعبين مع تكنولوجيا الأولمبي اللاعبين في الأندية شاركوا معانا في بعض المعسكرات. Existe aumento substancial. بيقول اللعيبة دي اشتركوا مع فرقهم بشكل أكتر بعد العودة من المنتخب الكبير. Nosso primeiro passo é classificar. على السؤال أول خطوة كنيلة تتصلنا وتتأهل. Nós estamos muito focados em busca desse título agora da Copa Africana. وقت الحالي في البطولة الأفريقية في دولة المغرب. تأليس ما كنا نصاب على هذه البطولة حاليا. Conseguindo isso, nós temos um período maior de preparação. O بعض ما نتحدث الهدف المهم في هذه البطولة عندنا مشوار تاني مهم جدا في الفترة القادمة. Eu acredito que o Egito tem possibilidade de ganhar uma medalha. وأعتقد وأنا مؤمن بموضوع إن مصر ممكن بشكل جيد جدا نوصل لميدالية بإذن الله. Pela experiência que eu tenho. بالخبرات الموجودة. Em relação aos Jogos Olímpicos. بالاشتراك في الفئه الاوروبيه في البطولات الاوروبيه بصفه عامه في الخبرات المتواجده. Tudo é momento dentro da competição. كل حاجه لها لحظتها ولها اهميتها في وقتها. Então sim. Primeiro precisamos classificar, deixar isso bem claro. اقول الاول ان احنا نتاهل في البطوله الافريقيه. Passando por isso. ونعدي هذه المرحله. Nós vamos pensar assim e conseguir algo grande. ونفكر في الهدف الكبير فيما بعد. يعني شفنا طبعا تصريحات ميكالي وكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الاولمبي. عجبني تصريحاتهم. يعني ميكالي بيقول اشكر الانديه على تعاونها مع المنتخب الاولمبي وهدفنا الفوز بكاس الامم الافريقيه. انا بحب التصريحات دي. يعني بحب دايما ان انا برايح متفائل، عندي ثقه في فرقتي، دي بتدي معنويات كويسه جدا. وفي مدربين بيحبوا يصرحوا بكده وفي مدربين بيقلق يقول لك لا انا ايه ان شاء الله خير هروح بس احاول احقق مركز مش عارف ايه. لكن ميكالي بيقول لك انا راح اكسب بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه. بركات كابتن محمد بركات برضو قال طموحنا التاهل للاولمبياد وقادرون على العوده باللقب من المغرب. خلي بالكم المنتخب الاولمبي استعد بشكل كويس الفتره اللي فاتت. كنا بنتفرج على المنتخب الاولمبي يعني بسال اللعيبه بتاعه المنتخب قالوا لي ميكالي مدرب كويس جدا، مدرب من المدربين المميزين يعني. فاحنا شفنا الاسماء بتاعه المنتخب عندنا لعيبه كويسه جدا و 95% منهم بيشاركوا بشكل اساسي مع انديتهم في الدوري الممتاز، فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق باذن الله. وعندهم مباراه وديه المنتخب الاولمبي مع منتخب غانا في القاهره هنا قبل ما يسافروا، هيسافروا يوم 17 باذن الله الى المغرب، ان البطوله هتبدا يوم 24 يونيو باذن الله. المباراه خلصت خلاص، المان سيتي بطل اوروبا ولقب مهم جدا جدا لجوارديولا والنادي مانشستر سيتي. وكده الثلاثيه بيحققها فريق مانشستر سيتي، بياخد الدوري الانجليزي، بياخد كاس الاتحاد الانجليزي، والنهارده بياخد بطوله دوري ابطال اوروبا، اهم بطوله على مستوى الانديه في العالم. بطوله دوري ابطال اوروبا هي اقوى بطوله على مستوى الانديه في العالم. مبروك لمانشستر سيتي، مبروك بقى يعني اصدقائنا في الامارات وملاك نادي مانشستر سيتي الانجليزي، طبعا دوله الامارات العربيه المتحده. فوز مهم جدا النهارده بلقب بطوله دوري ابطال اوروبا، وهو فعلا فريق مانشستر سيتي هو الافضل في العالم حاليا، هو اقوى فريق في العالم حاليا، اقوى من ريال مدريد واقوى من برشلونه واقوى من ليفربول. في الفتره دي مانشستر سيتي
ملك اوروبا وشايفه انا شايفه ان هو اقوى فريق في العالم في الفتره الحاليه. طيب بصوا بقى جدول الترتيب، احنا خلاص في توقف الدوري دلوقتي. بيراميدز في المركز الاول ب 64 نقطه، بس طبعا بيراميدز لعب 30 مباراه والاهلي لعب 24. الاهلي لسه ليه حوالي 6 لقاءات مؤجله هيلعبهم ان شاء الله بعد التوقف الدولي. الاهلي في المركز الثاني 62 نقطه، الفيوتشر الثالث 57 نقطه، الزمالك الرابع 53. خلينا برضو نكون منطقيين دلوقتي، المنافسه على المركز الثالث ما بين فيوتشر والزمالك خلاص، يعني الاهلي وبيراميدز حسب بقى طبعا نتائج الاهلي في الماتشات المؤجله، المنافسه على الدوري ما بين الاهلي وبيراميدز، وهنشوف الاهلي هيعمل ايه في ماتشات المؤجله. يعني الاول والثاني خلاص محجوزين للاهلي وبيراميدز ايا كان بقى مين الاول ومين الثاني. المركز الثالث والرابع المنافسه ما بين فيوتشر والزمالك، وفيوتشر اقرب حتى الان، يعني ناقص اربع جولات او اربع ماتشات لفيوتشر واربع ماتشات للزمالك، وفيوتشر متقدم بفارق اربع نقاط، 57 فيوتشر 53 الزمالك. المقاولين عرف في المركز الخامس 43 نقطه بس لعب 31 مباراه، المصري السادس 41 مباراه. بصوا بقى هتلاقوا فيه حوالي خمس فرق بينافسوا على المركز الخامس في الدوري. هتقولوا لي ايه اهميه المركز الخامس؟ لا، ممكن المركز الخامس السنه الجايه يلعب بطوله عربيه، فهنلاقي بصوا المقاولين العرب 43 نقطه، المصري السادس 41 نقطه بس المقاولين لاعب ماتش زياده، فاركو 41 نقطه برضو الفاركو لاعب 31 نقطه، الاتحاد ليه مباراه مؤجله عنده 41 نقطه. كل الفرقه دي لغايه امبي بينافسوا على المركز الخامس في الدوري. الاتحاد السكندري الثامن 41 نقطة، امبي التاسع 39 نقطة. بعد كده بقى الفرق اللي هي مهددة بالهبوط، هنلاقي من أول سموحة 36 نقطة في المركز العاشر، البنك الأهلي مركز ال 11 35 نقطة، سيراميكا في المركز ال 12 33 نقطة، وبرضه سيراميكا عنده ماتشات صعبة جدا الفترة الجاية. البنك الأهلي ناقص له ثلاث ماتشات، معلش اطلع بس فوق سنة كده، البنك الأهلي ناقص له ثلاث ماتشات، عنده الأهلي وبعدين عنده المحله في المحله وبعدين عنده فيوتشر اخر ماتش. السيراميكا ناقص له ثلاث ماتشات، عنده الماتش الجاي طلائع الجيش في ملعب طلائع الجيش، وبعدين هيلاعب بيراميدز، وبعدين اخر مباراه امام امبي، برضه ماتشات صعبه لسيراميكا. انزل اللي بعده اللي هو المركز ال 13 الاسماعيلي، طبعا الهزيمه الاخيره دي خلت موقف الاسماعيلي وحش جدا، بس الاسماعيلي ليه مباراه مؤجله مع الاهلي، يعني ناقص له اربع ماتشات. الاسماعيلي الماتش الجاي عنده اسوان في اسماعيليه، وبعدين عنده الداخليه في القاهره، وبعدين هيلاعب الاهلي المؤجل، وبعدين اخر ماتش الاتحاد السكندري اللي هي المباراه المؤجله ما بين الاسماعيلي والاتحاد السكندري. 33 نقطه للاسماعيلي، وعايز اقول لكم يعني بس بعد ما نخلص الجدول هقول لكم برده خبر عن النادي الاسماعيلي. غزل المحله في المركز ال 14 32 نقطه، وعنده ثلاث ماتشات صعبين جدا. محله عنده الماتش الجاي الزمالك في استاد القاهره، وبعدين عنده البنك الاهلي في المحله، وبعدين عنده حرس الحدود اخر ماتش في استاد الماكس، دي ماتشات المحله المتبقيه. طلع الجيش طلع طبعا نطه حلوه مع كابتن عبد الحميد بسيوني ست نقاط، وطلع الجيش 32 نقطه مكسبين ورا بعض. طلع الجيش الماتشات المتبقيه عنده، عنده الماتش الجاي طلع الجيش مع سيراميكا في ملعب طلع الجيش، وبعدين عنده اسوان في ملعب طلع الجيش، وبعدين اخر ماتش طلع الجيش مع بيراميدز. اسوان في المركز ال 16، اسوان برضو عنده ثلاث ماتشات صعبه، عنده الاسماعيلي في اسماعيليه، وعنده الماتش اللي بعده الجيش في الجيش، وبعدين اسوان هيستضيف الداخليه في اسوان اخر ماتش. الداخليه موقف صعب برضو، الداخليه عنده الماتش الجاي المقاولين العرب في المقاولين، وبعدين عنده الاسماعيلي، وبعدين عنده اسوان في اسوان، فبرضو ماتشات صعبه. حرس الحدود يعني ناقص له اربع ماتشات ب 12 نقطه، منهم ماتشين مع الاهلي وماتش مع المحله، واعتقد ماتش مع الاتحاد السكندري، بس طبعا اعتقد الموضوع صعب خلاص بالنسبه لحرس الحدود. بسرعه كده خليني اقول لكم بعض العناوين السريعه كده بسرعه بسرعه. شيكابالا انتظم في تدريبات الزمالك، رؤى تعافى من الاصابه وبرده شارك في تدريبات الجماعيه لنادي الزمالك. صراع السنه الجايه ما بين الزمالك وبيراميدز على شراء هشام صلاح الظهير الايمن لنادي الاتحاد السكندري. في احد اللاعبين الجزائريين اللي معروض على نادي الزمالك اسمه حسام الدين غشه، ده جناح مهاجم بيلعب في نادي انطاليا سبورت التركي، برضه في احد وكلاء اللاعبين عرضوه على نادي الزمالك اسمه حسام غشه،
بيلعب يعني لعيب كويس، بيقولوا بيلعب في نادي انطاليا سبورت في تركيا، شبه كده محمد اوناجم يعني، جناح كده بيلعب وسريع وحريف يعني. فيوتشر يعني التصريحات طالعه من المسؤولين في نادي فيوتشر ان السنه الجايه فيوتشر مش هيستغنى عن اي لعيب، وان السنه الجايه فيوتشر عايز ينافس على الدوري وعايز ينافس على الكونفدراليه، ان فيوتشر يعني بشكل كبير هياخد المركز الثالث او الرابع في بطوله الدوري، في بطوله الدوري. طبعا احمد حجازي عمل عمليه الرباط الصليبي، بنقول له الف سلامه طبعا، ويعني حتى المسؤولين في نادي اتحاد جده قال ان كلهم هيقفوا مع احمد حجازي ومنتظرين عودته سريعا. بس طبعا انتوا عارفين الرباط الصليبي بتاخد حوالي يعني 6 شهور كده تدريبات علاجيه وتاهيليه، ان شاء الله بيقوم بالسلامه احمد حجازي، وعمل عمليه الرباط الصليبي، وطبعا كان احتفل مع فريقه السنه دي ككابتن فريق نادي اتحاد جده بفوزه بلقب الدوري السعودي. نادي سموحه بيتكفل بعمليه جونيور اجين، كان جونيور اجين رجله اتكسرت وعملوا له عمليه، وهيمنحه مستحقات شهرين وهيفسخوا العقد مع جونيور اجين بالتراضي. جونيور اجين جه سموحه السنه دي بس اتعور فما لعبش خالص مع نادي سموحه. عندنا بقى يحيى الدرع نجمنا في كره اليد قدر يفوز ببطوله الدوري المجري لكره اليد مع نادي فيس بريم المجري، ويحيى يعتبر من افضل اللعيبه اللي يعني المحترفين في الدوري المجري، وقدر يفوز مع فرقته فيس بريم بلقب الدوري المجري، ودي حاجه كويسه جدا جدا طبعا ليحيى الدرع. ومعاه كمان يحيى خالد في نفس الفرقه، يعني يحيى الدرع كان في الزمالك واحترف في نادي فيس بريم المجري، وكان هناك يحيى خالد كمان، فعندنا 2 لعيبه مصريين يعني حققوا الدوري مع ناديهم في كره اليد في الدوري المجري. في برضه محمد احمد محمدي لاعب مركز شباب التنميه الشبابيه بالجزيره بيفوز بلقب ذهبيه بطوله الجمهوريه للتايكوندو تحت 17 سنه، مبروك طبعا محمد احمد محمدي. عندنا بسنت حميده حصدت الميدالية الذهبية، احنا جبنا الفيديو ده لبسنت حميدة في بطولة هنجلو لألعاب القوة في هولندا، وخدت الميدالية الذهبية في سباق ال 200 متر عدو، وخدت المركز الأول وحطمت الرقم المصري والرقم العربي في السباق، وجابت يعني 22 ثانية 41 جزء من الثانية، وفازت بالميدالية الذهبية وتأهلت إلى أولمبياد ان شاء الله الى بطوله العالم اللي هتقام في العاب القوه في بودابست في المجر، وايضا البطوله العالم دي مؤهله الى اولمبياد باريس 2024. الف مبروك لبطلتنا بسنت حميده في العاب القوه، وما شاء الله عليها يعني، ان شاء الله باذن الله كده نشوف ميداليه كده حلوه في الاولمبياد القادمه في سباقات السرعه 200 متر وال100 متر بالنسبه لبسنت حميده. عندنا كمان ميار شريف بطلتنا في التنس بتلعب بطولة ماركا راسكا في كرواتيا، بطولة للتنس في كرواتيا، بطولة دولية اسمها ماركا راسكا، وقدرت ميار شريف توصل إلى المباراة النهائية بإذن الله، يعني وصلت خلاص للمباراة النهائية. النهاردة كسبت اللاعبة الفرنسية ديان باري في الدور قبل النهائي 2-0، وهتلعب بكرة المباراة النهائية مع اللاعبة الإيطالية باوليني، فبرضو ألف ألف مبروك لميار شريف. دي اخبارنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. عندي بس خبر سريع كده عن فاكرين ريكاردو سواريش مدرب الاهلي اللي كان جه السنه اللي فاتت كده شهرين ثلاثه ومشي، كان راح مسك نادي اشتوريل البرتغالي في البرتغال، وتم اقالته من الجهاز الفني بعد ما قضى حوالي 100 يوم في تدريب نادي اشتوريل البرتغالي. هناخد بقى الصور والفيديوهات عن بطولة أوروبا مع نجومنا بقى كابتن حسام حسن وكابتن عمرو الحلواني، هنطلع نشوف تقرير عن فوز زد ب في دوري القسم الثاني بالمركز الأول في مجموعته، مجموعة القاهرة والقناة، وصعود نادي زد إلى الدوري الممتاز مرة للمرة الثانية. طبعا بحيي وببارك لكابتن سيف زاهر وكابتن أحمد عبد الله وكابتن أحمد حسن، أستاذ هيثم عبد العظيم، كابتن محمد زيدان، مسؤولين طبعا عن نادي زد، كابتن وليد صلاح الدين طبعا مدير الكره الكفء، ببارك له على صعود نادي زد الى الدوري الممتاز، كابتن مجدي عبد العاطي جهاز الفني اللاعبين، بنبارك الف الف مبروك لنادي زد الفوز بالمركز الاول في دوري القسم الثاني المجموعه الثانيه والصعود الى الدوري الممتاز لاول مره في تاريخ
نادي زد. ألف ألف مبروك. هنشوف التقرير وبعدين نستقبل نجومنا كابتن حسام حسن وكابتن عمرو الحلواني بعد الفاصل إن شاء الله. النهارده هنعمل مهندس اونس سويرس لكابتن مجدي عبد العاطي. حابب تقول عن حلم زد اللي اتحقق النهارده تقريبا 50% من حلم زد. كل ده مجهود يعني مش عارف اقول ايه الصراحه. احسن اداره في مصر. عريس اليوم الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد موجود معانا. بنقول لك مليون مبروك يا كابتن سيف. حلم انت حلمت بيه من فتره كبيره وامنت بيه وخدت قرار انك تخوض الحلم لحد اخره والنهارده تتويج ل 50% تاني من حلمك. الحمد لله يعني مش مشوار طويل لسه حلمنا فيه مشوار كبير جدا. الاهتمام بالناشئين هو هدفنا. كان عندنا حلم الصعود بس بالشكل وبالطريقه بتاعتنا والحمد لله ربنا كرمنا والنهارده في الممتاز. يعني كابتن سيف يعني كان في تشكيك كتير في نادي زد الفتره اللي فاتت ديت واكيد انت كنت عايز ترد وكنت هترد بصفتك رئيس التنفيذي. ردك ايه على التشكيك اللي حصل الفتره اللي فاتت دي على نادي زد؟ اننا في الممتاز. ده ابسط رد. احنا مش هنرد على اي حد طول عمرنا يعني طول ما احنا ماشيين لو في حاجه هنوضحها لكن اي انتقاد اي قصه هو السيستم بتاعنا. خلال السنه ما ردناش على ولا واحد. ما بعتناش بيان لاتحاد الكوره. ما اشتكيناش من حكم. ما اشتكيناش من جمهور. ما عندناش ازمه. احنا الوحيد اللي بنذيع ماتشاتنا. ماتشاتنا كلها على الهواء. مش هنخش في جدال مع حد. اللي معترض فوق دماغنا من فوق نستفيد منه. اللي بيتجاوز في حقنا ربنا يسامحه. احنا عندنا حاجات كتيرة جدا فنية. احنا عندنا شغل كتير جدا من تحت. عندنا قاعدة ناشئين وعندنا شراكة مع أستون فيلا شغالين عليها وعندنا لعيبة بنطلعها برا وعندنا لعيبة موجودة في البرتغال. فعندنا مشاريع. احنا شغالين على خطة وبلان ان شاء الله بإذن الله يعني خلال 5 سنين يبقى زد ان شاء الله في حتة ثانية. مش باصين على النهاردة ولا بكرة. حلم يا صار ابتديتوا فيه من فترة كبيرة واتحقق النهاردة. اكيد اكيد. ولسه احنا عندنا الهدف اكبر من كده. الهدف ان احنا بنشتغل على الناشئين. المشروع ده ان شاء الله تقدروا تقولوا يعني مشروع حقيقي بعد 5 6 سنين ان شاء الله باذن الله لما يكون بقى نبدا نطلع من اللعيبه اللي هم الناشئين اللي موجودين. انما هدف الصعود ده كان هدفنا كلنا واعتقد الحمد لله النهارده احنا بناكد عن جداره واستحقاق. جهاز تعب. لعيبه اشتغلت. احنا كنا من وراهم لان في ناس شككت كتير بس دايما خلوا يد يكون في الملعب واعتقد ان احنا يدنا في الملعب لان احنا 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 بتاع كوره وفاهمين. اما اي واحد هيشتغل بقى على يقعد من ورا الكيبورد ويقعد يعمل مسجات والكلام ده وكده احنا ودينا جنب الملعب. ما عنديش يعني بص ده وضع طبيعي. انما في الاخر انت دايما ما تهتمش بالكلام ده. يعني اهم حاجه ان نبارك للعيبه النهارده والف مبروك السعود. انا واللعيبه تعبنا قوي قوي ومجهزين من اول الموسم مرتبين ان احنا يعني عملنا مجهود كبير جدا والحمد لله ربنا كلله بالنجاح. بشكر ربنا وبحمد فضله. بشكر كل الناس كل مجلس اداره واللعيبه. مجدي ممثل ايه بالنسبه لك النهارده انك ثالث مره تصعد فرقه الدوري الممتاز؟ حاسس ان مش واخد حقك في الكره المصريه؟ لا لا, لا بالعكس الحمد لله واخد كل حقي وربنا كرمني وفضل من ربنا كتير قوي. الحمد لله امكانيات النادي ساعدتني ان انا اجيب اللعيبه اللي انا عايزها ومفيش اي تدخلات من اي اتجاه في اختياراتي في بدايه السيزون وحتى في بين الدورين. ربنا كرمنا ان احنا قدرنا نجيب لعيبه هايله على كل الاصعده فنيا وشخصيا وروحهم. يعني يمكن كل الفرقه موجوده النهارده. الناس اللي بره ال 20 الناس حتى اللي سابتنا وطلعت اعارات جايه تشاركنا. ده فضل من ربنا في توفيقه ان احنا اخترنا اللعيبه دي. يمكن انا مش عارف اقول فتحي مبروك واحد من اللعيبه الكبار في نادي زد واحد اللعيبه الكبار في الكره المصريه وصعدت كتير فتحي مع فرقه بس دموعك دي معناها ايه النهارده؟ عايز اعرف. بعد تعب طبعا الحمد لله ربنا كلل تعبنا بالمكسب النهارده والحمد لله. قول لي يا فتحي قول لي يا فتحي بعد اذنك لو سمحت. حاسس انك اتظلمت والنهارده بترد على ناس كتير يا فتحي انك لعيب كبير بامانه؟ قول لي. اتظلمت في الكوره طبعا الحمد لله. اتظلمت يا فتحي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب حابب تقول ايه لكل اللي انتقدك النهارده يا فتحي؟ الحمد لله كابتن. رساله عايز تقولها يا فتحي؟ الحمد لله. ربنا كبير ربنا كبير وما يصعبش تعب حد. الحمد لله.
قول لي النهارده، قول لي السنه دي عملتوا ايه في زد، وازاي قدرتوا توصلوا النهارده للمنصات يا فتحي وتوصلوا، ايه اللي عملتوه بصفتك واحد من اللعيبه القدامى في الفرقه؟ الحمد لله طبعا معانا اداره محترمه جدا وجهاز فني محترم، الحمد لله هم دول اللي وصلونا للنقطه اللي احنا فيها دي. ده تعب سنه من شهر 7 بادئين واخدين وعد مع نفسنا ومع الاداره والجهاز الفني اللي احنا ان شاء الله نصعد، الحمد لله عاملين موسم جامد جدا، ما خسرناش غير ماتش واحد طول الموسم، ما خسرناش غير ماتش واحد، ده تعب وتركيز من اللعيبه كلها واجتهاد، وبنحمد ربنا على اللي احنا فيه والمكانه اللي احنا وصلنا لها، وان شاء الله في المنتزه نبقى احسن من كده بكتير باذن الله. الحمد لله والشكر لله، ده مجهود سنه كامله ضاع، احنا ما بيضيعش على الارض، الحمد لله والشكر لله، زد في الدوري الممتاز وان شاء الله هنكمل، ده مجهود سنه كامله، كلنا تعبنا وكلنا وقفنا على ارض صلبه، وان شاء الله الحمد لله ربنا كرمنا وهنسعى ان شاء الله، مش هنبقى ان شاء الله هنبقى في الدوري الممتاز حاجه مشرفه كمان. اللعيبه رجاله رجاله رجاله، تعبوا كتير جدا الموسم ده والله، واحنا شدينا عليهم كتير، بس هم اثبتوا ان هم رجاله وفي الملعب اهو. الحمد لله مجهود سنه كامله، ربنا كرمنا، احنا تعبنا كتير السنه دي وربنا وفقنا، وان شاء الله نعمل حاجه في الدوري الممتاز باذن الله. طموحاتك ايه في الكوره الفتره الجايه؟ يعني بتفكر في ايه؟ ان شاء الله نعمل حاجه مع ان شاء الله دوري ممتاز ان شاء الله وعين على المنتخب باذن الله. طبعا الحمد لله بحمد ربنا على المكسب النهارده. المكسب لما بيبقى على المنافس بتاعك بيبقى ليه طعم تاني خالص، بالذات لما يبقى ماتش الصعود. والله تعبنا من اول الموسم، كل الماتشات كانت صعبه، ما فيش ماتش عدى علينا سهل، ما فيش ماتش كسبناه بسهوله، مضغوطين من اول يوم. الحمد لله ربنا يعني عوض تعبنا كله طول السنه بالصعود الحمد لله. الحمد لله طبعا الكل اجتهد طبعا والفرقه كلها بصراحه اجتهدت، انا ربنا كرمنا الحمد لله من اول السنه والله العظيم تعبانين جدا جدا جدا، والاداره بصراحه موفره كل حاجه، النادي ده من اول يوم لازم يبقى في الممتاز والله العظيم، كله بيجتهد وكله موت نفسه من الاداره لحد العمال. ربنا كرمنا يعني من اول الموسم واحنا بصراحه بنتعب تعب كبير بصراحه، والاداره واقفه في ظهرنا بشكل مش طبيعي بصراحه، موفر لنا كل سبل الراحه. فطبعا الكابتن مجدي من اول الموسم واحنا محضرين بشكل كويس ان احنا نصعد، يعني كان اول يوم جيت فيه هدفنا الصعود، يعني ما حتى اتاخرنا في اول السيزون بسبعه بونت و10 بونت كمان، بس كنا برضه حاطين في دماغنا ان احنا نصعد، ما قدامناش حاجه غير الصعود، لان احنا كلنا لعيبه، فيه لعيبه كتير دوري ممتاز ولعيبه صغيرين في السن ولعيبه خبرات، وفي لعيبه كبيره زي سمير وفتحي مبروك والناس دي، قدرنا نعمل توليفه ان احنا بقدر الامكان العبره بالنهايات مش بالبدايات. طبعا انا بشكر اللعيبه كلها، لعيبه رجاله وتستحق الصعود من الاول، احنا اتكلمنا وقلنا لازم نلعب على المركز الاول، وان ما فيش اي حد يستحق الصعود غيرنا، اللعيبه رجاله واللعيبه كلها دوري ممتاز اصلا، يعني الحمد لله من اول كابتن سمير وكابتن عبد الله جمعه وكابتن فتحي مبروك، اللعيبه كلها رجاله وتستحق الصعود والله، وكابتن مجدي بصراحه يعني مدي كل واحد فرصته، وكلنا كنا واقفين جنب بعض الفتره دي بصراحه. نادي زد نادي كبير من اول يوم لنا في النادي واحنا متفقين واخدين عادي بينا وبين بعضنا ان شاء الله اللي احنا نبقى موجودين في الممتاز، والنهارده طبعا ماتش صعب وكان فيه جمهور كتير والحمد لله كله روح مبسوط الحمد لله. خبرات كتيره من الدوري الممتاز بتلعب في نادي زد، دي اللي فرقت معاكم السنه دي، الخبرات اللي بتلعب تحت دي؟ طبعا في خبرات كتير فرقت معانا، وطبعا والله مش عايز اقول لك حاجه، 30 لعيب اللي موجودين كلهم لعيبه كبيره ولعيبه تستاهل هي تبقى موجوده في الممتاز. في العاشرة من مساء الأحد ينطلق اللقاء الحاسم والمرتقب حين يستضيف الوداد المغربي شقيقه الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وستكون القارة السمراء على موعد مع لقاء قوي، فلم يحسم شيء في لقاء الذهاب بالقاهرة عندما فاز الشياطين الحمر بهدفين لهدف
الأحد الماضي، ولم تكن تلك النتيجة مرضية لجماهير الأهلي، ففوز الوداد بهدف وحيد على أرضه يعني خسارة المارد الأحمر للبطولة للعام الثاني على التوالي. لكن الأمر أيضا ليس سهلا بالنسبة لحامل اللقب، فقد خسر الوداد النصف الأول من النهائي، ويتحتم عليه المبادرة والتسجيل في الإياب إن كان يريد الحفاظ على لقبه. وذهب الأهلي إلى المغرب شبه مكتمل الصفوف بعد شفاء قائده وحارسه محمد الشناوي الذي غاب عن لقاء الذهاب للإصابة، ويتسلح المدير الفني السويسري مارسيل كولر بكتيبة من اللاعبين المتألقين مؤخرا مثل حسين الشحات الذي صنع هدفي الأهلي في الذهاب، وبيرسي تاو الذي سجل الهدف الأول، ومحمود كهربا الذي أحرز الهدف الثاني. كما يأتي في المركز الثاني بقائمة هداف دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم برصيد 6 أهداف. ولا ننسى أيضا علي معلول صاحب الخبرة الإفريقية الكبيرة، فرغم الخطأ الدفاعي الذي ارتكبه في الذهاب هو أكثر لاعبي دوري الأبطال صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة. على الجانب الآخر تكتمل صفوف وداد الأمة باستعادة المهاجم حميد أحداد الذي غاب عن الذهاب لتراكم البطاقات الصفراء، وكذلك استعادة لاعبه الجوكر حسين بن عيادة بعد شفائه من الإصابة. وبذلك لا يفتقد المدير الفني البلجيكي سيفن فاندربروك سوى الحارس رضا التكناوتي للإصابة، ويعتمد فاندربروك على قوة مهاجمه السنغالي جونيور سامبو هداف دوري الأبطال ب7 أهداف، ويعزز دكة بدلائه بلاعبين قادرين على صنع الفارق مثل محمد أوناجم وسيف الدين بوهرة صاحب هدف الوداد في لقاء الذهاب. إذن صدام قوي بين الشقيقين يبحث فيه الأهلي عن اللقب الثالث في آخر 4 سنوات ليعزز تصدره للأندية الأكثر تتويجا بدوري الأبطال بالوصول للنجمة 11، بينما يحلم الوداد بالمجد عبر تحقيق اللقب الرابع مع نيل البطولة مرتين متتاليتين لأول مرة في تاريخه. وعلى حساب من؟ الأهلي. فلمن ستكون الغلبة؟ خلينا نرحب بنجومنا النهارده كابتن عمرو الحلواني وكابتن حسام حسن. كابتن عمرو ازيك؟ كابتن كريم ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ وطمنا عليك. كله تمام زي الفل يا كابتن كريم. كابتن حسام يا كابتن مصر اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام حبيبي الله يخليك. الاهلي هيبقى هيكسب افريقيا بكره ولا ايه؟ نتمنى ان شاء الله باذن الله. احساسك ايه قول لي؟ لا انا عندي احساس النادي الاهلي ماتش طبعا صعب، بس النادي الاهلي يعني اسمه وتاريخه وخبراته تقدر ان هي تحسم الامور ان شاء الله. قبل ما نتكلم عن الاهلي بقى باستفاضه يعني ونشوف ماتش بكره ونحلل اداء الاهلي وتوقعات والوداد هيلعب ازاي والاهلي هيلعب ازاي، رايكم ايه في مانشستر سيتي والفوز بلقب دوري ابطال اوروبا؟ بص يا كابتن، جوارديولا بقاله 7 سنين ماسك مانشستر سيتي عشان البطوله دي، يعني هم جايبينه عشان البطوله دي. النهارده الماتش مش احسن ماتشات مانشستر. الشوط الثاني انتر عمل ماتش عالمي. انا ما اتفرجتش على الشوط الثاني، كنت على الهواء. اتفرجت على الماتش كله. ضيع اكتر من 3 فرص. الانتر الشوط الثاني عمل ماتش. والنتيجه كانت كام؟ كان 1-0. كان 1-0 يعني الماتش يخلص 3-1 للانتر. بس والله طبعا التوفيق النهارده كان مع مانشستر سيتي. شايف جوارديولا بقاله 7 سنين بيدور على البطوله دي، وكانت اهم اولوياته البطوله دي، يعني بقالهم 7 سنين 5 دوري واثنين كاس. محمد بن زايد كل الناس النهارده كانت موجوده. الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات والشيخ منصور بن زايد كانوا حاضرين في الملعب وبيتابعوا المباراه. طبعا نادي مانشستر سيتي بيملكه الشيخ منصور بن زايد، يعني ده يدل الاهميه. بنبارك لهم طبعا. طبعا ده يدل الاهميه الماتش يا كابتن كريم، حاجه يعني جامده جدا. وبرده احداث الماتش النهارده كانت حاجه عالميه، واجواء الماتش حاجه عالميه، حاجه تحفه. طيب حاجه يعني رايح حفله مش رايح ماتش. بالظبط كده. فطبعا النهارده الماتش يعني فنيا الانتر النهارده عمل ماتش بصراحه على اعلى مستوى. يعني اتفاجئت النهارده بمستوى الانتر الشوط الثاني، مستحوذ على الكوره وبيلعب وضايق اكتر من 3 فرص. فبس النهارده كان في توفيق كبير جدا لمانشستر. طب بس انا بتكلم على البطوله كلها، مانشستر طبعا عمل ماتشات على اعلى مستوى وطلع ريال مدريد وطلع كل الفرق الصعبه.
يعني نبارك لهم طبعا مبروك، وهم يستاهلوها طبعا، يعني احسن فرقه في العالم واخدين الثلاثيه السنه دي، فمبروك لهم يعني. بالظبط. عايز اقول بعض الارقام يا حسام كده برضو على موضوع مانشستر سيتي، ان مانشستر سيتي السنه دي بيحقق الثلاثيه، حقق لقب الدوري، لقب كاس الاتحاد، لقب دوري ابطال اوروبا، وعنده فرصه ان يحقق كمان ثلاث بطولات، كاس العالم للانديه، السوبر الاوروبي، وكاس الخيريه في انجلترا اللي بيبداوا بيها دايما الموسم، فممكن يعمل السداسيه. اتمنى الانتر بصراحه يعني كنت اتمنى الانتر بحيث ان الكره الايطاليه ترجع للقوه بتاعتها. مانشستر سيتي بعد كل ده وما ياخدوش ال صعبه جوارديولا تقريبا اكتر مدرب بقول له عمرو منحوس يعني في البطوله دي في دوري الابطال، في دوري الابطال بيوصل وما بيقدرش ان هو يحقق البطوله. بقول لك ان جوارديولا تاني مره يحقق يعني تاني مدرب في التاريخ يحقق الثلاثيه بعد سير اليكس فيرسون كان سنه 8 موسم 98 99 مش كنا بنسال على الموسم اللي حقق فيه سير اليكس فيرسون الثلاثيه في انجلترا، ولسه زي ما قلت لكم مانشستر سيتي عنده فرصه ان هو يحقق السداسيه، هيلعب كاس عالم انديه، وهيلعب السوبر الاوروبي، وهيلعب السوبر المحلي اللي هي الدرع الخيريه اللي بيلعبوها دايما في بدايه الموسم. طيب قبل ما نخش في الاهلي، مانشستر سيتي استحق اللقب البطوله؟ طبعا قدر يتفوق على فرق كتير زي ما عمرو قال، فهو الاحق يعني. النهارده عمل ماتش كويس رغم ان هو مش في حالته، بس كان كويس برضه في الملعب. هل مانشستر سيتي هو اقوى فريق في العالم حاليا؟ بالنسبه لنا هو احسن فريق في العالم. انا قلت كده في بدايه الحلقه، اقوى فريق وامتع فريق، وامتع يعني تحس وانت بتتفرج على 90 دقيقه كابتن في شغل باين، اللعيبه كلها بتتحرك. لا جوارديولا تحس فيه مدرسه، مدرسه انت تتعلم منها وكل حاجه جوه الملعب. لا بصراحه هو اقوى فريق وامتع فريق، وبالنتائج برضه يعني بتقول كده يعني. طيب هنطلع فاصل ونرجع بقى ناخد الفقره الاخيره عن النادي الاهلي وتوقعات حسام حسن وعمر الحلواني لمباراه نهائي افريقيا بكره ان شاء الله، الاهلي والوداد المغربي. جاي طبعا على عينه وعلى راسنا، هو في الاول وفي الاخر مش هينزل الملعب معانا، هو جاي متفرج في المدرجات، فاحنا طبعا عارفين الجمهور يجوا يستمتعوا ويتفرجوا كويس وينبسطوا بالماتش. كان الجمهور في الاول وفي الاخر مش هينزل، مش هيغير في النتيجه حاجه يعني. الحمد لله فوزنا في مصر 2-1 وجايين فايزين، ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ايجابيه هنا نرجع بالبطوله ان شاء الله. مش موضوع صار ولا حاجه، ده بطوله افريقيا، نهائي بطوله افريقيا، العالم كله بيتفرج علينا. احنا خسرنا الموسم اللي فات البطوله قدام الوداد، بس احنا الماتش الاولاني كسبانين على ارضنا، وان شاء الله اللعيبه كلها عندها مسؤوليه ومركزه ان احنا يوم الاحد ان شاء الله نكسب ونعمل نتيجه ايجابيه وناخد البطوله. انت جاي تلعب نهائي، فكله جاي مركز ان انت عايز تاخد البطوله، فان شاء الله اللعيبه كلها عندها دوت، وان شاء الله قدرنا نحقق البطوله باذن الله ونحتفل هنا في المغرب ان شاء الله. والله الحمد لله طبعا يعني الشوط الاولاني خلص في القاهره، قدرنا ان احنا نكسب وقدرنا ان احنا نفوز على الوداد 2-1، فان شاء الله نقدر نكمل على كده ونقدر نكمل اللي احنا بنيناه في الشوط الاولاني، نقدر نحاول في الشوط الثاني وان شاء الله نقدر نكسب باذن الله. في شوط خلص في مصر، مركزين طبعا على الشوط الثاني هنا. لو انت مركز الماتشات اللي فاتت 100% فانت ده فاينل، فلازم تركز مليون المية. هنيجي هنا المغرب كل سنه مرتين، يعني السنه دي تاني مره، وجينا السنه فاتت مرتين ولعبنا فاينل 21 هنا، فمتعودين طبعا على الجماهير المغربيه. الاهلي والوداد نهائي افريقيا، الاهلي هل هيحقق بكره ال 11 ولا ايه؟ ان شاء الله الاهلي يحققها. قولوا لي متوقعين ماتش بكره ايه، والاهلي هيلعب ازاي، والامور هتمشي ازاي في ماتش بكره؟ بص يا كابتن، ان شاء الله طبعا ان شاء الله الاهلي بكره يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله ويجيب البطوله. بس انا متوقع ان الاهلي يتعادل.
ويكسب البطوله ان شاء الله. انا متوقع كده مش عارف. انا شايف ان النادي الاهلي كابتن لازم يلعب نفس الخطه 4-3-3، لازم يروح هناك يبقى متوازن دفاعيا وهجوميا، ولازم يهاجم يا كابتن، ما ينفعش يبقى راجع للخلف، عشان لو رجع للخلف لو هما جابوا جون خلاص الاهلي هيبقى هيخسر البطوله. لازم يلعب هناك، يبقى عنده شخصيه النادي الاهلي، لعيبه تلعب بنفس الريتم وبنفس يستغلوا الدفاع بتاع الوداد مش في احسن حالاته. حسام عندنا ثلاثه قدام، كهربا وبيرستاو وحسين الشحات، الفتره اللي فاتت دي احسن ثلاث لعيبه في مصر وفي افريقيا كمان من وجهه نظري. انا بس شايف اللي هم لازم يعني يستغلوا السرعات بتاعتهم ويعرفوا يجيبوا جوان، يحاولوا يجيبوا شوط اولاني هدف، عشان لو الاهلي جاب الشوط الاولاني صعب الامور، هيصعب الامور جامد جدا. وانا شايف اول 10 دقائق وربع ساعه يلعبوا هجوميا عادي خالص كاننا بنلعب في مصر. وطبعا لعيبه عندها شخصيه مش هتتاثر بالجمهور. انا برضو عندي بس ملاحظه بس على علي معلول، لازم النادي الاهلي يقف جنب علي معلول، عشان الشوط الاولاني اللي كان هنا في مصر كان كل طريقه اللعب الخواجه بيلعبوا على علي معلول، الباك رايت والديفندر والهاف رايت بيلعبوا على عالم 3-1. انا شايف ان هم لازم يامنوا علي معلول كويس جدا، عشان الخطه بتاعت بكره المدرب ده نص الملعب حد مايل ناحيته، لازم مع الجناح اللي ناحيته لازم كابتن، لازم عشان يعني الماتش الاولاني يعني اللي هو يعتبر الشوط الاولاني في مصر يعني علي معلول. خلي طريقه اللعب هتختلف شويه، ان هنا كان في اندفاع من الاهلي عشان يسجل، هناك برضه هيبقى في حرص يعني مش هتلاقي علي معلول كل كوره بتقدم، بس كانت اقل ماتشاته كابتن، اقل ماتشاته حتى دفاعيا طول الوقت كان علي بيبقى كويس قوي في الماتش، حتى دفاعيا حتى ممكن ما يبقاش هجوميا، لا كان باين قوي يعني ان الشوط الاولاني الماتش الاولاني الناحيه اليمين عملوا اكتر من 3-4 فرص للوداد، وحتى الجون جه من غلطه من علي معلول. دي كانت اكتر حاجه ملاحظها في النادي الاهلي، لازم النادي الاهلي ياخد باله، وطبعا يبقى متوازن دفاعيا وهجوميا. لو قسم الماتشات على الماتش على 3 مراحل، اول 10 دقائق وربع ساعه يهاجم، والشوط اخر شوط اولاني يبقى بيدافع بس مش من ورا من 18، لا يبقى من نص ملعبه ويلعب على الاندر الكونتر اتاك. الشوط الثاني بقى حسب مجريات الماتش يا كابتن، ولازم اول 10 دقائق او ربع ساعه لازم الاهلي يحرز هدف ان شاء الله باذن الله. حسام الاهلي هيلعب بالتشكيل اللي انا قلته النهارده، الشناوي وهاني ومعلول وياسر ومحمد عبد المنعم في نص الملعب، مروان وديانج وحمدي فتحي الشحات بيرسي تاو كهربا، ولا شايف ان يبقى في تغيير في حد من دول؟ بص يا كابتن، هي الفكره الماتش صعب جدا، لكن مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي، وده اللي احنا بنشوفه على مدار التاريخ، يعني التاريخ هو اللي بيقول كده والارقام والبطولات وكل هذه الامور. لكن هي الفكره قبل ما نحط التشكيل في جزئيه مهمه جدا جدا لازم نقف عندها. اول حاجه النادي الاهلي عنده فرصه كبيره ان قعد اسبوع كامل ما عندوش ماتشات في الدوري، فاذا اللعيبة استراحت بشكل كويس، اللعيبة ذهنيا وبدنيا ونفسيا حتى مهيئين بشكل جيد جدا للمباراة، ودي حاجة كويسة قوي، عكس ما تروح مضغوط هتفرق معاك كتير، خصوصا الماتش هيبقى فيه جري غير طبيعي، وهيبقى فيه معدلات جري بالذات في نص الملعب وفي حتة خط الظهر غير طبيعية كتير. الحاجات دي بتأثر على تركيز اللعيبة، فان انت تبقى مريح اللعيب دي جزئية مهمة جدا. الحاجة التانية ودي الأهم اللي هنبني عليها موضوع التشكيل، مارسيل كولر هو عايز يمن الماتش، هل الراجل ده على مدار الايام اللي فاتت اتعلم من اخطاء الماتش الاولاني؟ لان رغم ان النادي الاهلي كسب وعمل جيم كويس تقريبا حوالي 60 دقيقه، لكن كان عنده اخطاء كبيره جدا، ده من وجهه نظري الاهلي كان يقدر يكسب 3-4 فريق الوداد، وتحديدا بعد احراز كهربا للهدف الثاني الاهلي كان يقدر يبقى افضل من كده 100 مليون مره. بس هي الفكره ان كان في اخطاء في التشكيل، اخطاء في التغييرات، تاخرت حتى التغييرات لما نزلت متاخر برضو، تغييرات خلاص مش مجزيه، وكان الجون جه عقبال ما اللعيب يخش الجيم وياخد ريتم الماتش بيقعد له مش اقل من 10 دقائق، فدي كانت مشكله كبيره. فهل الراجل بقى مرتب نفسه وعنده سيناريوهات لو دخل فيها جون بدري انا هشتغل بشكل عامل ازاي؟ طب لو انا جبت جون بدري النادي الاهلي طريقتي هتتغير ولا هفضل معتمد على نفس الطريقه؟ لكن التشكيل انا شايف ان الراجل هيعتمد على نفس الاسلوب 4-3-3، لو الراجل ده غير طريقه لعبه انا اسف في الكلمه يعني يبقى راجل ما عندوش فكره. ليه؟ لا مش هيغير، ليه ما ينفعش ان انا بكسب 4-3-3؟ لا ما ينفعش ان انا بكسب، هي بس هي شقها الدفاعي والهجومي بالظبط، تنفيذ الملعب المتطلبات المتطلبات والاهداف والحاجات اللي انا عاوزها من اللعيبه، انا عاوز من نص الملعب، ايه اللي بيميز النادي الاهلي؟ نص الملعب، مروان عطيه والارتكازات بتاعته والتحركات العرضيه والتغطيه والستاره اللي هو بيعملها قدام محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، ايه اللي بيميز النادي الاهلي؟ التكمله اللي بتيجي اللي عمرو بيقول عليها، اللي هي المشكله اللي عند علي معلول، ان بيبقى فيه اضافه في الضغط الثنائي اللي بيعمله سواء حمدي فتحي او عمرو السوليه او علي، حد يساعده يكون جنبه بالظبط.
الكلام ده هيختلف في المباراه زي ما حضرتك بتقول كده، ان متطلبات المباراه مختلفه. انا اشتغل 4-3-3 بس بالشق الدفاعي مش الهجومي. ليه؟ لان انا عايز يبقى عندي تمركزات في نص الملعب وعندي كثافه اقدر اقفل كل مفاتيح اللعب على فريق الوداد، لان الوداد عندها يحيى جبران في نص الملعب، اتفقنا المره اللي فاتت لعيب كوره بيعرف يحط الكوره بين الخطوط، حتى هو في اسوء حالاته اللونج باص برده بيعمله بشكل كويس. لكن المشكله الكبيره ان مارسيل كولر ينزل يلعب في ال 30 40 متر بتوع نص ملعب النادي الاهلي ويدافع على امل ان هو يقفل الملعب ويعمل كثافه دفاعيه مرتد. هيتغلب النادي الاهلي لو لعب لو لعب كده. وانا عندي معلومه، يعني عندي معلومه مؤكده بنسبه 1000000% ان الراجل طول الاسبوع اللي فات في القاهره هنا بيشتغل على الكلام ده، ان هو يجمع لعب ويلعب على اللونج باس والكرات الطوليه على بيرسي تاو حسين الشحات في سرعته. احتماليه ان كهربا ما يلعبش من البدايه، يلعب شريف يعني ما اعرفش، بس اللي انا يعني اعرفه يعني او المعلومه اللي عندي ان الراجل ممكن يحط بيرسي تاو من البدايه قدام ويلعب باحمد عبد القادر وحسين الشحات عشان يضمن ان الشحات واحمد عبد القادر الاثنين ينزلوا يعملوا مسانده وما يجبرهمش ان هم يطلعوا يعملوا ضغط عالي على الباكين بتوع فريق الوداد، ويبقى في توازن في نص الملعب ويسيب بيرسي تاو بقى يشتغل. ده كده معناه ان هو هيلعب بقى من نص ملعبه، ما بقول لحضرتك هيضغط من قدام. بقول لحضرتك المعلومه اللي عندي ان الراجل طول الاسبوع اللي فات بيشتغل مع الفرقه تكتيك ان هو يجمع لعب في نص الملعب ويلعب كرات طوليه على الاجناب. ليه؟ لان اصلا فريق الوداد الميزه عنده ايه؟ الاجناب. هو عارف كويس قوي ان الاهلي عنده ميزه في حسين الشحات، فهيركز قوي على ناحيه الشمال اللي فيها علي معلول اللي كان فيها المشكله في الماتش الاولاني. محمد هاني يمكن الماتش اللي فات بيرسي تاو بيشتغل هجومي كويس قوي بس فردي لوحده لان محمد هاني ما فيش مسانده، لان كان عامل حساب كبير قوي للراجل رقم 7 اللي هو زهير المترجي اللي مش هيلعب الماتش، فكان واقف مع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم عشان يحد من الخطوره. سيبيرو زي المترجي هيلعب، اللي بيتقال ان هو مش هيلعب ان هو مصاب. لا بيقولوا هيلعب، ده دي شويه حاجات اللي هي الكاموفلاج اللي قبل بالظبط. كده كده محمد هاني كان متفوق عليه في الماتش اللي في القاهره وكان واقف كويس ومتمركز كويس، ما عندوش اخطاء. الوقفه الدفاعيه حتى التغطيه بيشتغل فيها بشكل جيد جدا. فدي هي الفروقات بس في حته التشكيل، ان الراجل هيلعب 4-3-3. الاختلاف في الجزء الامامي، ان كهربا ممكن ما يكونش موجود، وانا شايف ان ده الارجح او ده الافضل. ليه؟ ده ما يقللش من كهربا طبعا. كهربا لعيب كبير واضافه قويه جدا للنادي الاهلي على المستوى الهجومي، لكن متطلبات المباراه محتاجه لعيب في الحته دي عنده قوه وعنده باور ان هو يطلع يعمل ضغط قوي على الاثنين المساكين عشان الكره ما تطلعش من تحت بسهوله. فانت عندك حل من الاثنين، حل ان هو يحط بيرسي تاو، ده بالنسبه لي مش حل، مش كويس. اللي هو يحط مهاجم مكان كهربا، يحط مهاجم يا اما محمد شريف يا اما انا بالنسبه لي الافضل، انا بالنسبه لي طاهر، محمد طاهر. طاهر بيعمل الحته دي كويس قوي، عنده سرعه وعنده قوه ويقدر ان هو يدافع كويس ويرجع مع المجموعه بشكل جيد جدا تحت الكوره. بس كده انت بتقول ان كولر فكره دفاعي في الماتش بتاع بكره. ما هو فكره يا كابتن دفاعي، هو هيعتمد على الهجمات المرتده، حتى لو هو اشتغل شغل هجومي هيبقى. والله انا ما بحبش اغير السيستم، يعني يعني ممكن أأمن وكل حاجه بس ما بحبش العب في التشكيل. كابتن اقول لحضرتك على انسجام، وبعدين كهربا برضه من اللعيبه السريعه، مش كهربا مش بطيء. بدون قطع كلام حضرتك، لو جيت قارنت النادي الاهلي في اسلوب لعبه في مباراه الترجي هناك والنادي الاهلي في اسلوب لعبه في مباراه الرجاء هناك، اشتغل ازاي؟ اشتغل بنفس الاسلوب اللي بنقول عليه الرجاء بالذات كمان، لان الرجاء فرقه افضل من الترجي، انما الترجي اسلوب الترجي هو اللي ساعد الاهلي ان هو يظهر بشكل كبير هناك على ملعبه. فهي دي النقطه اللي هو بيعتمد عليها، بس مع عامل الجمهور والاجواء، وان هو طبعا هنا دخل فيه هدف، ده برضه هيقلقه شويه ان هو يجازف هجوميا من البدايه. يعني رايك ايه في كلام حسام؟ يعني حسام بيتكلم كلام كويس جدا، بس انا مش معاه في موضوع طاهر، محمد طاهر يلعب فرود. لا لو يعني شاف الثلاثه اللي قدام بيرسي تاو وكهربا وحسين شحات عاملين ماتشات هايله، ودلوقتي بقى حافظين بعض جدا وحافظين خطه اللعب. لا انا شايف اللي هو طاهر، محمد طاهر جسمانيا قوي، طاهر بيعرف يدافع اكتر، بقاله كتير ما بيلعبش بصفه اساسيه، وبقاله كتير ما خدش ماتش 90 دقيقه، بقاله فتره كبيره. وماتش بكره ماتش صعب قوي، عايز لعيب رجله في الملعب، رجله في الملعب، ولا بقاله فتره بيلعب وفاهم مستر كولر بيطلب طلبات معينه في الملعب دلوقتي. بس عنده نقطتين برضه كابتن لازم النادي الاهلي ياخد باله منها كويس جدا. الكور الثابته بتاع الوداد بيعملوها على اعلى مستوى، لازم لعيبه الاهلي كلها يبقى في الكور الثابته، كل كور ثابته، الكورنر، الفاول، مان تو مان، ويحاولوا ما يعملوش فاولات حوالين ال 18، بيعملوها كويس جدا جدا. وفي حاجه بقى مهمه كابتن، يعني كلمه السر بكره النادي الاهلي الدكه كابتن، دكه طبعا. دكه كابتن، لازم اللعيب يبقى قاعد مركز 100%، عايش الماتش، عايش اجواء الماتش. شايف مين ممكن ينزل يعمل اضافه للاهلي في الشوط الثاني حسب احتياجات الماتش؟ يعني محمد شريف لو لعب، محمد مجد
مجدي قفشه لو لعب، شايف طاهر محمد طاهر لو نزل برضه هيأدي، احمد عبد القادر، الاربعه دول لو لعبوا عندهم شخصيه وبقى لهم فتره موجودين والخواجه بيعتمد عليهم الفتره اللي فاتت. بس انا برضه بقالي فتره كابتن ماتشين حتى في الدوري الدكه ما بتنزل ما بتديش 100%. انا شايف ان اللعيبه بكره كلمه سر الدكه لازم يبقى انا عايش الماتش وهو شغال عايش، انا موجود طبعا. موجود جوه الماتش، هلعب مكان مين، اشوف عيوب المكاني وميزاته، انزل بقى بشخصيتي العب انا وادي الدور عشان اكمل اللي موجود بالظبط. ده مهم جدا جدا جدا. فدي اهم مستين. لو الاهلي عملهم كويس جدا ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيجيب البطوله. حسام شايف سيناريو الوداد ازاي بقى؟ يعني احنا اتكلمنا عن الاهلي، سواء الاهلي هيلعب بالطريقه اللي انت بتقول عليها ان كولر بيحاول يقفل ويلعب على الهجمات المرتده والكور الطويله في الاجناب ويستغل سرعه بيرسي تاو وحسين الشحات ومهارتهم برضو، شايف الوداد هيلعب ازاي؟ هل هيندفع من بدايه عشان يجيب جون ويفتح الدنيا وسط جمهوره وسط ملعبه نهائي افريقيا وخسران هنا في القاهره، ولا برضه هيبقى في تحفظ من الوداد؟ بص يا كابتن، هو الفكره ان فريق الوداد عنده ميزه كويسه قوي، ان معاه مدرب فاهم، معاه مدرب عارف هو بيعمل ايه، والكلام ده من خلال الارقام ومن خلال الماتشات والاداء اللي هو بيقدمه طوال الفتره اللي فاتت بعد ما جه تولى المسؤوليه خلفا لكارترون ولجريدو اسف. والفكره الاهم من ده كله، الراجل ده اشتغل في القاهره ازاي؟ الراجل ده قسم المباراه. اول 45 دقيقه لعب قدام النادي الاهلي زون ديفنس، حتى التحولات الهجوميه اللي هو مميز فيها ما اشتغلش بيها، ما اعتمدش عليها، هو كان عايز ان هو ياخد اكبر كم من الطاقه البدنيه بتاعت النادي الاهلي ويبدا ان هو يهلك النادي الاهلي ويخلق مساحات عشان الشوط الثاني لما ينزل لو الماتش والجيم طلع للطريقه اللي هو عايزها بدون اهداف يقدر ان هو يسجل ويقدر ان هو ينزل بقى الاسلحه الهجوميه بتاعته. ده ما اعتقدش ان هو هيتغير هناك، بالعكس هو عارف كويس قوي قوه النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي فنيا اعلى من الوداد وان النادي الاهلي عنده اسلحه قويه خصوصا دكه البدلاء زي ما عمرو بيقول. يمكن فريق الوداد ما عندوش دكه قويه بالذات في نص الملعب، ما عندوش لعيبه تقدر ان هي تعوض المجموعه اللي بتلعب بشكل اساسي، فبالتالي الراجل هيلعب بنفس الاسلوب ونفس الطريقه 4-3-3. الوداد اسلوبه قريب شويه من النادي الاهلي ان هو بيحب يستحوذ، بيحب الكره على الارض باستمرار، ما بيعملش كرات طويله ولا كرات عكسيه كتير لان هو برده اللعيبه اللي عندها سرعه عنده بتحب ان هي تخش من بره وتستلم وتخش من بره لجوه عشان يلعبوا ويبداوا ان هم يفنشوا على المرمى. فبالتالي ده ممكن يحصل اثناء اللقاء على حسب حاله النادي الاهلي في نص الملعب. لو النادي الاهلي ساب نص الملعب هيبدا فريق الوداد يضغطه بشكل مستمر، يقدر ان هو يتحرك على الاطراف، يقدر ان هو يعمل كرات عكسيه او الكرات الطوليه اللي كان بيعملها الشوط الثاني هنا في ماتش القاهره، لان عنده راجل مهاجم مميز اللي هو الراجل الافريقي سامبو. راجل بيلعب كرات العاليه كلها، بيلعب دماغه كويس، بيعرف يحرك زمايله محطه كويسه، زائد ان الكلام ده يضغط النادي الاهلي ان يبقى فيه فاولات كتيره وهم مميزين زي ما عمرو بيقول وحضرتك في الحته بتاعه الكرات الثابته دي. فبالتالي الراجل عنده اسلحه على الاطراف كويسه جدا، هو واخد انطباع ان علي معلول ما بيدافعش. انا اعتقد بكره علي معلول هيعمل ماتش كبير لان علي اشتغل في الكلام ده قبل كده، وطبيعي ان علي يبقى عنده تقدم هجومي، يبقى عنده اندفاع هجومي في الماتش بتاع القاهره، وفي نفس الوقت هيحاول على قدر الامكان ان هو يستغل حاله الخوف اللي موجوده عند النادي الاهلي او حاله التحفظ. ان النادي الاهلي طبعا نازل قلقان شويه. طيب خلينا اروح اسال عمرو الحلواني سؤال سريع. الجمهور، الملعب، ضغط العصبي، نهائي افريقيا، حكم بملكه سيما، اتقال ان هو اخر مباراه في تاريخه او مشواره التحكيمي، الحاجات دي تؤثر على النادي الاهلي ولا لا؟ هتاثر جزئيا. جزء يعني، بس الاهلي النادي الفتره اللي فاتت كلها بيلعب قدام استاد القاهره بال 50-60 ألف متفرج، هتاثر يعني. اللعيبه كلها اللي في الملعب عاشت الاجواء دي كتير. عاشت الاجواء دي كلها، هتاثر في البدايه بس، اول ممكن اول خمس دقائق في التسخين، اول 10 دقائق، بعد كده خلاص شخصيه لعيب النادي الاهلي بقى هبان، التكتيك نفسه وطريقه اللعب. انا بس عايز اقول حاجه بس على الوداد يا كابتن، هيلعبوا اللي هم انتهوا بيه هنا في مصر، هيلعب بنفس خطه اللعب اللي هو انتهوا بيه هنا في مصر اخر خمس دقائق او اخر 10 دقائق، اللي هم هيستغلوا ضعف علي معلول دفاعيا وهيخلوا الباك رايت والهاف رايت يهاجم طول الوقت والاطراف، وسامبو ده برده يعني فرود جسمانيا طويل على مستوى طويل وقوي، هيلعبوا عليه وهيلعبوا على الكور الثابته وشوط كتير من بره ال 18، فهيستغلوا السنه اللي فاتت جابوا جونين شوط من بره ال 18 في ماتش، هيستغلوا الحاجات دي وسط جمهورهم وسط الملعب بتاعهم طبعا هم عارفينه.
برضه، لا انا شايف النادي الاهلي لو بقى هادي وبيلعب ماتش نهائي افريقيا وبشخصيه النادي الاهلي والتكتيك وبيلعبوا واستحواذ الكوره والحاجات اللي النادي الاهلي متعود الفتره اللي فاتت، لان النادي الاهلي ممكن يعمل ماتش كبيره كابتن كريم ونطلع بنتيجه ايجابيه ونجيب ان شاء الله كاس. في الطبيب النفسي او المعد النفسي لفريق النادي الاهلي معاه هناك في المغرب يقول لك شغل الصوت جماهير الوداد في التمرين عشان يعود التمرين النهارده وتمرين امبارح عشان يعود اللعيبه على الصوت. حاجه مهمه طبعا الحاجات دي خلي بالك حضرتك تفاصيل صغيره بس بقت بتفرق بشكل كبير جدا دلوقتي مع لعيب الكوره. قول لي توقعاتك لماتش بكره. ان شاء الله النادي الاهلي ياخد البطوله، تعادل والنادي الاهلي ياخد البطوله. انت بتغش مني ولا لا؟ لا انا متوقع. خلي بال حضرتك احنا توقعنا 2 الماتش اللي فات بس دخل هدف بقى في النادي الاهلي. صح، انا توقعت 2-0. 2-0 الحركه اللي المعد النفسي عملها دي ارتيتا بتاع الارسنال عملها مع لعيبه الارسنال، كان راح يلعب مانشستر عمل برضو الصوت بتاع الجمهور بتاع مانشستر يونايتد، فدي حركه برضو بس دي حركه برضو ايجابيه، حاجه جامده جدا يعني. توقعاتك ايه يا عمرو؟ توقعاتي 1-1 برضو تعادل ومكسب الاهلي ان شاء الله باذن 1-1. يا مسهل ان شاء الله الاهلي ربنا يوفقه بكره باذن الله. ان شاء الله بكره هيكون معانا الكابتن اشرف قاسم والكابتن تامر بجاتو، نحتفل معاهم ان شاء الله ونحتفل مع مصر كلها بفوز الاهلي بالبطوله ان شاء الله. اشكرك يا حسام حبيبي يا كابتن، بدله حلوه قوي على فكره البيج دي. ما ينفعش شغل عالي عند كابتن كريم ما يتشيكش. حبيبي يا كابتن عمرو، الشيكه برضه عمرو والبولوهات تحت البيضه شغل الاوروبي. فرحان جدا والله ان انا معاك كابتن. لا ده انت بتنور يا عمرو والله كبير والله، حاجه يعني محترمه وحاجه اعلامي كبير جدا كابتن. الله يخليك، بشكر طبعا كابتن عمرو الحنواني كابتن حسام حسن وكل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. حلقتنا بكره على فكره يا جماعه الساعه 12 هتبدا الساعه 12 بعد انتهاء المباراه مباشره باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره، تكون حلقه احتفاليه بفوز النادي الاهلي ان شاء الله ببطوله دوري ابطال افريقيا. بشكركم ونتقابل على خير بكره باذن الله.